الله نحن نعمل تصميم كامل. الحمد لله احنا قدرنا نعمل تصميم فعلي كامل للمجلس. الشابتر ده هيكون اساس ان احنا نعمل تصميم كامل للمايكرو كمبيوتر. ايه الفرق ما بين المايكرو بروسيسور والمايكرو كمبيوتر؟ ان احنا هنضيف على المايكرو بروسيسور بتاعنا وحده الكنترول يونتس اللي هتبقى مسؤوله عن السنترلايزيشن وعن الاوبريشنز هتتم ازاي او السيكونس اوبريشن هتتم ازاي. ان شاء الله نقدر عليك خلال الشابتر ده هنتكلم ان ديتيلز عن الكمبيوتر اورجنايزيشن. علشان نتكلم عن الكمبيوتر اورجنايزيشن يبقى لازم نتكلم عن ثلاث حاجات واحنا اتكلمنا عنهم قبل كده بس هنتكلم عنهم بمفهوم اوسع شويه. لازم نتكلم عن الانترنال ريجستر. لازم نتكلم عن التايمنج. عن الكنترول سيكونس استراكشر. لازم نتكلم عن الاستراكشر سيت. الكمبيوتر اورجنايزيشن هو سيكونس اوف مايكرو اوبريشن. يعني ايه سيكونس اوف مايكرو اوبريشن؟ سيكونس على طول كلمه سيكونس اللي احنا بنتكلم عن التايمنج اند كنترول استراكشر. يعني عمليه التتابع المايكرو اوبريشنز دي طبعا في كلمه جديده نسمعها اللي هي مايكرو اوبريشن. والبعض اللي يكون سمع عن حاجه اسمها ماكرو اوبريشن. بنقول ان الكمبيوتر اورجنايزيشن هي سيكونس اوف مايكرو اوبريشن. قبل ما نكمل التعريف لازم نفهم يعني ايه مايكرو اوبريشن الاول علشان التعريف يبقى مفهوم. كلمة سيكونس قلنا تتابع، تتابع يبقى فيه تايمنج، لازم يبقى فيه تايمنج. ولازم يبقى فيه كنترول سيجنالز تقول ايه اللي اتعمل وايه اللي ما اتعملش. فدي هنتكلم عنها ديتيلز دلوقتي بس بعد ما نفهم بعض المفاهيم الاخرى. ايه الفرق ما بين المايكرو وماكرو؟ كمبيوتر اوبريشن بشكل عام هو عبارة عن مجموعة وليس أمر واحد من الإجراءات. يعني اللي بيتخيل ان الامر مثلا زي امر اند مثلا. امر اند اللي هو عمليه اللوجيك اند ما بين كونتينتس بتاعت مثلا الاكوميليتور مع الكونتينتس بتاعت مثلا مكان ما في الميموري. مثلا لو بنتخيل ان احنا عايزين نعمل اند اوبريشن. خد بالك يعني كل بيت باي بيت بتنضرب في نظيرتهم، فاهمين قصدي يا شباب؟ البيت زيرو في الاكيوليتور بتنضرب في البيت نمبر زيرو في الميموري الكي اند سو اون. يعني تخيلنا ان احنا عايزين نعمل حاجه زي كده. فانت بيتبادر في ذهنك في البدايه ان ده وان انستراكشن. هو حقيقه كاسمبلي لانجوج هو ايه؟ وان انستراكشن. لكن جوه المايكرو كمبيوتر بتتعامل ازاي؟ ده عباره عن مجموعه من الاجراءات. ده اللي احنا كنا بنسميه كمبيوتر اوبريشن. او بمعنى اضافي ده اللي احنا كنا بنسميه ماكرو. بس انا مش هقول دلوقتي ليه سميناها ماكرو الا لما افهم يعني ايه مايكرو. واخد بالك؟ دي الكمبيوتر اوبريشن ان انا عايز اعمل لوجيك اند ما بين الكونتينتس اللي موجوده في الاكيوميليتور مع الكونتينتس اللي موجوده في الميموري لوكيشن مثلا. فاهمين قصدي يا شباب؟ فدي كنا عشان نعملها ازاي؟ كنا بنقول فيما سبق وده هنتكلم عليه ان ديتيلز بس انا بذكرك اللي كنا بنقوله. كنا نقول فيما سبق ان الكنترول يونت اللي هي مسؤوله عن عمليه الاورجنايزيشن دي كانت بتعمل فيتش اند ديكود اند زيت اكسكيوت. فاكرين كلمتين ثلاثه دول كنا بنقولهم؟ كنا بنقولهم يعمل ايه يا جماعه؟ فيتش. يعني ايه فيتش؟ ده مايكرو اوبريشن. لو افترضنا مع بعض زي ما احنا هنتكلم عن ديسك الكمبيوتر فهنتكلم
ريجستر سبيشال شويه لها مسميات معينه. فمثلا لو انا بعمل فيتش الانستراكشن اللي هي اول كلمه كنا بنقولها في ايام كنا بنتكلم عن وظائف الكنترول يونتس، فمعنى كده ان انا عايز اجيب امر ما، هذا الامر اكيد موجود في ميموري ولا بيبقى موجود على الديسك توب، قصدي على الديسكات، اكيد موجود فين؟ في ميموري. يبقى اذا الميموري بتاعتي ادرس بار، طبعا يبقى في ريجستر لازم يكون عامل هولد لهذا الادرس، صح كلام انا غلطان؟ معايا؟ الريجستر ده في حاله ان الكمبيوتر هنتكلم عنها بتوضيح اكتر، اللي هو الادرس ريجستر. اللي هو الادرس ايه؟ الديسكريبت ادرس معناها ايه؟ عنوان. ريجستر معناها ايه؟ مسجل. يبقى المكان اللي بيتخزن فيه العنوان، والعناوين دايما بتكون لايه يا جماعه؟ للميموري مش كده؟ او البورتس، بس احنا مش بنتكلم عن البورتس دلوقتي. يبقى اذا الميموري لوكيشن ادرس باي مين يا شباب؟ الادرس ريجستر مش كده؟ طيب الادرس ريجستر ده بيهولد العنوان ازاي؟ طيب يبقى اذا لابد ان يكون، فاكرين لو كنا بنقول ان في مكان في ريجستر بيشيل النكست انستراكشن، فاكرين يا شباب؟ اللي هو في حاله ان الكمبيوتر كان اسمه بروجرام كونتر. بروجرام كونتر يعني العداد بتاع البرنامج، ايه عداد البرنامج؟ يعني انستراكشن رقم واحد، انستراكشن رقم اثنين، انستراكشن رقم ثلاثه، فاهمين قصدي؟ فالبروجرام كونتر ده هو اللي بيهولد الادرس اللي هيروح لمين؟ للميموري. بس لازم يتنقل من البروجرام كونتر ويروح لمين؟ للريجستر اللي بيحمله ده اللي هو بتاع العنوان. فاذا اول ما يكون اوبريشن في عمليه الفيتش ان محتوى البروجرام كونتر يروح للادرس ريجستر. محتوى البروجرام كونتر يروح لمين؟ للادرس ريجستر. ان النكست انستراكشن خلاص انا عملت، انا دلوقتي في كارنت انستراكشن، طب الامر الجاي، الامر الجاي يبقى لازم عنوانه اللي انا عايز انفذه ده اللي انا عايز اعمل له فيتش، مش النكست انستراكشن ده اتجاب ولا لسه هعمل له فيتش؟ لسه هعمل، يبقى عنوانه فين؟ البروجرام كونتر. يبقى اول حاجه يروح لمين؟ اللي هيتعامل مع الميموري، اللي هيتعامل مع اسمه ايه؟ ادرس ريجستر. يبقى محتوى البروجرام كونتر هيروح فين حته؟ في الادرس ريجستر. قلنا ان اي عمليه محتاجه تايمنج، مجموعه من الاجراءات، الاجراءات دي لها بروتوكول في التنفيذ، مفيش حاجه تنفع قبل ايه؟ قبل حاجه ما ينفعش اعمل اكسكيوشن وانا لسه ما عملتش ايه؟ فيتش. يبقى بيقول لك ان دي بيتم عند التايم زيرو. عند التايم ايه يا جماعه؟ زيرو. يعني عند التايم زيرو اللي هو اول كلوك تايم زيرو، يعني طبعا في اللوجيك كنا دايما بنقول ايه يا جماعه؟ بنبدا بايه؟ اول رقم زيرو واحد اثنين ثلاثة، ما كناش اول حاجه بنقولها ايه دايما ايه؟ واحد، كنا بنقول دايما ايه؟ زيرو واحد اثنين ثلاثة. يبقى اذا اول كلوك سيجنال، اول بوست ايدج هتيجي في الكلوك سيجنال بتاعتك اللي هي التايم كام يا جماعه؟ زيرو. التايم زيرو هيحصل مايكرو اوبريشن، انها لسه مع الاوبريشن لسه ما اتعملتش، هيحصل فيها الفيتش. يبقى المايكرو اوبريشن البروجرام كونتر كونتنت تروح للادرس ريجستر. طيب مشكله كده؟ طيب عند التايم 1 كده بقى محتوى اللي انا عايزه او الانستراكشر اللي موجود في الميموري اللي انا عايزه موجود في الحته في الادرس. يبقى انا عايز المحتوى بقى، يبقى محتوى الميموري لوكيشن ادرس باي كام؟ ها؟ الادرس ريجستر هيروح في حته في ريجستر في الكمبيوتر اسمه الانستراكشن ريجستر. انستراكشن ريجستر يبقى المكان اللي انا هستقبل فيه الامر. انستراكشن معناها ايه؟ امر. ريجستر يبقى المسجل اللي هيستقبل الامر سماه هو انستراكشن ايه؟ ريجستر. يبقى اذا ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ عمليه الفيتش تمت. عمليه الايه؟ الفيتش تمت. احنا قلنا الفيتش هو اني انا بروح استدعي، فاكرين لما كنا بنقول ان كان عندي كيو، الانستراكشر كيو اللي احنا كنا بنقول ايه؟ الاوامر بتاعتي باخدها واحطها في الانستراكشر كيو عشان اطلعها فيرست ان فيرست اوت تروح لمين؟ للكنترول يونت. كنا بنقول ان دي عمليه الفيتش، بنقول دي عمليه ايه يا جماعه؟ الفيتش. فاكرين الكلام ده ولا ناسيينه؟ رد عليها بيا. الفيتش اهو ما دي اجراء وده اجراء، اجراءين هما عملوا لي عمليه الفيتش. من تاني
مش هتعمل ازاي؟ خد بالك هنا بقى عندي current instruction. هنا بقى عندي ايه يا جماعه؟ current instruction اللي هو كان قبل ما يحصل الفيتش كان ايه؟ كان next instruction. يبقى اذا بعد ما current instruction جه يبقى لازم اعمل ايه في البروجرام كونتر؟ اقلله ازوده مقدار ايه؟ واحد عشان استدعي ايه؟ النكست انستراكشن. بعد كده يبقى في اجراء في نفس اللحظه دي في نفس التايمنج ده لازم يتم هو الاخر ان البروجرام كونتر يحصل له انكريمنت. احنا عايزين نفهم ان الماكرو اوبريشن او بلاش دي بسيره الماكرو دلوقتي الكمبيوتر اوبريشن اللي انا في صدد ان انا اشرحها دلوقتي عشان نفهم مفهوم الاورجنايزيشن يعني ايه. ان الماكرو الكمبيوتر اوبريشن دي للعمليه اللي هي اللوجيك اند اللي احنا كلنا نعرفها مش كده؟ تمت ازاي؟ انستراكشن ان هي الاند ده عباره عن انستراكشن. الاند اللي هو عباره عن انستراكشن موجود فين؟ رد عليا يا حبايبي موجود فين الاند انستراكشن ده؟ اتفضل مين؟ في الميموري. مش احنا اتفقنا مع بعض ان الميموري كام جزء؟ اربع اجزاء. كان ايه؟ لا ده سيجمنت ها كود سيجمنت ها ده الكود سيجمنت ده بتعمل ايه؟ بتخزن الوان بتحمل فيها مجموعه الايه؟ السيت اوف انستراكشن بتاع الكود بتاعك صح الكلام؟ يبقى اذا الانستراكشن فين؟ في الميموري. الانستراكشن فين؟ في الميموري. وكل ميموري لوكيشن لها ايه؟ ادرس. ادرس متشابه ولا ادرس مختلف؟ يبقى اذا كل الاستراكشر موجود في ادرس مان صح الكلام؟ الادرس ده فين حته؟ فيما يخص الجزء الكمبيوتر مخصص تو ريجستر عشان يعملوا عمليه الميموري ادرسنج. ريجستر بيهولد الكرنت انستراكشن او قال الكرنت انستراكشن ادرس وريجستر بيهولد ها النيكست انستراكشن او الادرس اوف النيكست انستراكشن. لو الامر لسه انا هبدا في اجراءات الفيتش يا ترى هو نيكست ولا كرنت؟ نيكست. ما عايز تفاعل بالله لسه انا ها استدعيه لسه ايه يا جماعه؟ ها استدعيه. يبقى هو اللي على الدور اللي هو شغال فيه ولا اللي على الدور اللي انا شغال فيه؟ اللي هو يبقى ايه؟ النيكست انستراكشن. يبقى موجود فين الادرس بتاعه؟ في اي اشكاليه دي؟ طيب كنا بنقول ان في الكنترول يونت بعيد الكلام ده كنت بقول اهو بيعمل عمليه فيتش بعد كده ديكود اند ذن سكيور. يبقى اول اجراء هو ايه؟ الفيتش. فيتش لنكست انستراكشر اور لكرنت انستراكشر اللي موجود فين؟ بس انا في الميموري بتاعتي مش بتعامل مع البروجرام كونتر. الميموري بتاعتي ايا كان طبيعتها هنتكلم عنها دلوقتي ادرس باي الكونتنت بتاعت مين يا شباب؟ الميموري. دي ايه يا جماعه؟ الميموري. مين اللي بيعمل لها ادرسنج؟ الادرس ريجستر. يبقى اول حاجه لازم تضرب في ذهنك ان انا اعمل ايه؟ انقل المحتوى الانستراكشن اللي انا عايز اعمل له فيتش انقله في الايه؟ الريجستر اللي هيتعامل مع مين؟ مع الميموري. صح الكلام ولا انا غلطان يا شباب؟ ارجو ان الناس تفهم صح ولا انا غلطان كده؟ تمام. يبقى اذا محتوى البروجرام كارد هيتنقل في الادرس ريجستر. طبعا ده السورس وده الايه؟ الديستنيشن بتاعي. صح الكلام؟ يبقى ده اول اجراء. يبقى ده اول مايكرو اوبريشن. كلمه مايكرو
اوبريشن، لان العمليه بجزاها المجموعه من الغلط. زي ما حضرتك كده بتقعد تستخدم قطاع الطاقه المقاومه، اول حاجه بتروح سجل بناء على اساس حمل الاستماره، ثاني حاجه بتمنع الاستماره، ثالث حاجه بتعتمد توجيه حكوميه ما البيانات اللي موجوده بالاستماره، ثم تتقدم بالاوراق الى السجل المدني، ثم السجل المدني يصورها، ثم يطلع البضاعه الطاقه المقاومه او ما شابه. فهي مجموعه من الايه يا جماعه؟ اجراءات. لكنها في المجمل استخراج بطاقه الطاقه الايه؟ المقاومه. هنا كذلك الحال في المجمل ده واحد لوجيك وان لوجيك انستراكشن اللي هو مين يا جماعه؟ وان انستراكشن، بس عشان يتنفذ فيه مجموعه من الايه يا جماعه؟ من المايكرو اوبريشن. ده اول اجراء نقلت محتوى الادرس بتاعي النكست انستراكشر ادرس في الادرس ريجستر في التايمنج زيرو. التايمنج زيرو هو اول كلوك، اول ايه يا جماعه؟ كلوك. تاني كلوك في التايم 1 هبدا اجيب محتوى الممر الكريش. خلاص انا شاورت على المكان اللي موجود فين؟ في الممر اللي فيه ايه؟ الانستراكشر بتاعي اللي هو الان اللي هتفتكروه الكود بتاعه، فاكرين الكود طبعا احنا خدناه الشابتر الثالث. يبقى هنقل محتوى الممر لوكيشن ادرس باي مين؟ ادرس ريجستر. يروح فين الحته؟ ده انستراكشن. يروح المكان اللي كاتب ايه؟ الانستراكشن اسمه انستراكشن ريجستر. اصبح اللي كان نكست انستراكشن اصبح كرنت انستراكشن. صح كلام ولا غلط يا شباب؟ طيب بعد ما بقى في عندي كرنت الكمبيوتر قلنا انه بيعمل ايه؟ دايما بيجهز للايه؟ اللي بعده. بقى عندي كرنت يبقى اللي كان هنا اصبح العنوان اللي هنا بيشاور على العنوان اللي جه، ينفع يفضل زي ما هو؟ لا، يزيد ايه؟ يقوم جايب العنوان اللي ايه؟ اللي بعده. يبقى اعمل ايه فيه؟ انكريمنت المقدار دي واحد. دي الفيتش. يعني ايه الفيتش؟ او دي مايكرو اوبريشنز بتاعت ايه يا عمير؟ بتاعت الفيتش. طيب كنا بنقول فيتش اند ذن ديكود. صح الكلام؟ لو بصينا للانستراكشن انا بتكلم بشكل عام بس لسه هتكلم انت بالتفصيل بعد كده. فاكرين لما كنا بنعمل احنا ديكود احنا للاوامر؟ فاكرين لما كان احنا اتعلمنا مع بعض في الشابتر التالي لما كنا بنقول الامر موف الكود بتاعه كذا 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 كذا، ولو كانت وورد يبقى الدبله هتبقى كذا، لو كانت بايت الدبله هتبقى كذا. فاكرين الكلام ده؟ كذا الحال في البيزك كمبيوتر. لما نتكلم دلوقتي عن البيزك كمبيوتر هتلاقي عندك الاستراكشر ريجستر بتاعي اللي انا نقلت فيه الكود بتاعي. لما نتكلم فيو عام لسه ما كانش ديتيلز، لسه انا عايز اقرب لك مفهوم كلمه مايكرو اوبريشن. هتلاقي محتاج، هتلاقي متجزأ لثلاث اجزاء. جزء بت اسمها اي بت. وايه الاي بت دي يا دكتور؟ الاي جايه من كلمه اندايركت. طبعا لو احنا تذكرنا المفاهيم اللي انا قلتها في الترم الاولاني لما كنت بتكلم على الادرس بتاع الميموري، كنت قلت لك وارد ان الميموري بتاعتك يبقى الادرس بتاعك بيشاور على اللوكيشن اللي انت عايز تاخد منه الاوبرنت بتاعك او الانستراكشر بتاعك مباشره. صح الكلام؟ وده معناه كنا بنقول انه دايركت ادرسنج. بنقول ان هو ايه يا جماعه؟ وارد يكون العنوان اللي في الميموري ده، يعني انا شاورت هنا، شاورت ايه يا جماعه؟ هنا. فالرقم ده هو ليكن، وليكن انا بكتب اي كلام يعني معايا. المحتوى ده قد يكون مش هو الانستراكشن، لكن هو بيدل على عنوان اخر اللي هو ده وليكن في الانستراكشن. يبقى اصبح العنوان بتاعي دايركت ولا اندايركت؟ الدايركت. خدت عنوان رحت له بس ما فيهوش الانستراكشن اللي انا عايزه او الاوبرند اللي انا عايزه، لا في ادرس اخر ينقلني اللي كان مكان اخر في الميموري في الاوبرند اللي انا عايزه او الانستراكشن اللي انا عايزه. يبقى انا اديتك العنوان دايركتلي ولا اندايركتلي؟ ايه؟ اندايركتلي. يبقى مين اللي يقول لي للمايكرو؟ خد بالك دي بقى كلام كود اهو، دي كود اهو، دي كود. انا كده عندي رقم كود. الانستراكشن اتاخد بشكل كود. مش كده؟ 0 1 1 1 0 0 اند سو اون. مش كده؟ كودد ولا مش كودد؟
انا عايز اعمل له ديكود يعني بفك الايه يا جماعه الشفره. مين اللي يقول لي الادرس ده دايركت ولا ان دايركت؟ طبعا الاي ليه سموها اي تحديدا؟ لانها بتدل على مين؟ يعني لو كانت ست يبقى ايه الدايركت، طب لو كانت ريست يبقى كلمه الاي بت ما هي لا هي 1 بت والبت بتاخد من ايه ايه يزيلوا. اذا لو هو بعد ما فك الشفره بتاعته كده خد بالك لقى ان البتس دي زيرو فيفهم مباشره ان الادرس ده اللي هيكون دلوقتي هنتكلم عنه هو دايركت ادرس، يعني بمعنى ادق هيروح للميموري في الادب الادرس ده هو تحديدا ويقوم جايب المحتوى بتاعه اللي هو هيكون ايه؟ اللي هو يكون الانستراكشن او الاوبرنت. الانستراكشن او الايه يا جماعه؟ او الاوبرنت. نقول ان هو الاوبرنت. فاهمين قصدك يا شباب؟ يبقى هنا مين اللي يقول؟ طب افرض لقى الاي بيساوي واحد يبقى معناه ان الادرس ده ما فيهوش الاوبرنت بس في ايه؟ ادرس اخر. يبقى باغي ان انا انقله لمين؟ للادرس ريجستر. احسنتي. لمين؟ للادرس عشان يشاور على مكان يكون فيه الايه؟ الاوبرنت. معايا؟ يبقى دي اول حاجه. يبقى ده البيت رقم كام دي؟ البيت رقم 15. طبعا احنا فاهمين ان ال 16 بيت يبدأ بكام؟ زيرو يبدأ بكام؟ 15. النص هيبقى كده اللي هي موجوده في الريجستر ده. معايا؟ الاوب كود فاكرين الاوب كود؟ اللي هي من البيت رقم 12 للبيت رقم 14 3 اللي هو بيهول الاوب كود بتاع الانستراكشن. يعني مثلا مجازا احنا بنتكلم دلوقتي هنتكلم انجليزي بس انا عايز افهمك المايكرو كونفيجريشن من خلال اكزامبلز. لو احنا عندنا مجموعه الاوامر اللي هي الان والان واللود وما شابه فلاقي ان انا عندي 3 بت قد يدور في خلدك 3 بت يبقى الماكسيمم انستراكشرز اللي موجوده في البيت الكمبيوتر مش هيزيدوا عن 7. هو الكلام التصور ده مش صحيح بس هقول مش صحيح ليه بعد كده. لكن في النهايه انا عندي مجموعه من الاوامر اذا هقول ان الكود ده 000 للان 001 لل اند سو اون مش كده برضه يا جماعه؟ كده موصل 011 او 111 هتشوفها دلوقتي اللي هتعمل معايا مش كده؟ يبقى اذا هنا الكود اللي هيبقى هنا ايا كان هيبقى وضعه ايه؟ الكمبيوتر هيترجمها يعمل لها تكود علشان يعرف الانستراكشر اللي هو عايزه. عشان يعرف الانستراكشر اللي هو ايه؟ عايزه ان ولا اور ان ولا ان ولا لود ولا ستور ولا هنشوف الكلام ده كله بيجي ازاي. يبقى الثلاثه بس كومن اللي هم فيهم الكود بتاع الانستراكشر. طيب مش اتفقنا مع بعض ان الاوبكو الان ده هيبقى على محتوى الممر اللي فيه شغلنا مش كده؟ يبقى الادرس الاوبرن بتاع الادرس ده فين؟ اللي هو عندنا البيتس المتبقيه دي اللي هي من البيت رقم 0 للبيت رقم كام؟ رقم 0 اهي للبيت رقم 11 ده اللي فيها الادرس اللي خاصه بالاوبرن. تعالى نشوف المايكرو كونفيجريشن ربما تتضح من خلال الكلمات اللي انا عايز اقولها. الكلام ده هنلاقي نتنقل لمرحله الديكود. الثري فيز هم اللي انا هعملهم. الديكود هيبدا ياخد الكونتنت بتاع الانستراكشن ريجستر ويوزعها على الحاجات اللي المايكرو كمبيوتر بتاعك هيفهم منها الانستراكشن بتاعك ده عايز منه ايه والاوبرند ده فين. هيقوم يعمل ايه؟ البت رقم 15 في الانستراكشن ريجستر اللي احنا شاورنا عليها ده اهي هتتبعت في فلي فلوب هنسميها اي اللي هي الفلي فلوب اي
معايا اللي هو المايكرو كمبيوتر بتاعك هيروح يتشيك الفري فلوب دي يعني. وشوف اذا كانت هي سيتد يعني جواها 1 ولا سيتد اللي جواها ايه 0. اللي من خلالها هيعرف اذا كان الادرس اللي هيبقى موجود ده دايركت ولا اندايركت. دي اول مراحل الديكود صح الكلام. فاهمين يا جماعه؟ لو مش فاهمين ستوب وقول لي يا دكتور لو سمحت وضح بالله عليك. انا لسه في بدايه الترم معايا. تاني حاجه كلمه ديكود جايه من كلمه ديكودر مش كده؟ يبقى في الديكودر معانا في السكه في الهاردوير. هنشوف دلوقتي هنعمله ازاي. هنصمم النهارده او هنبدا جزء من تصميمنا النهارده نصور العام للتصميم بتاعنا. هنلاقي ان الجزء ده هو اللي عايز يتعمل له ديكود صح الكلام؟ الجزء ده هو اللي عايز يتعمل له ايه؟ ديكود مش كده؟ يبقى اذا الانستراكشر ريجستر بتاعي الثري بيتس بتوعهم اللي هو هيبقى كام؟ 14 وكام؟ 13 وكام؟ 12 هيروحوا للديكودر. هو المايكروبروسيسور هيعرف منين الكلام ده ان الامر ده ولا الامر ده ولا الامر ده ولا الامر ده ازاي اصلا؟ مش هيعرف. لكن محتاج الديكودر هيطلع ثلاثه يبقى له كام رجل؟ 8 ازاي؟ ثلاثه يطلع كام رجل؟ 2 3 2 3 كام؟ 8. واخد بالك؟ من الدي 0 للدي كام؟ 7. يبقى هنا الدي 0 يأكتف الان الدي 1 خد بالك الرجول بتاعتي تبقى عارفين لما نيجي نتكلم. اللي عندنا هنا ديكودر. الديكودر ده هيخش الثري بيتس اللي انا بتكلم عنه. يبقى عندي رجل من دي نوت ودي كام؟ 7 اهم. واحده منهم اللي هتبقى ايه يا جماعه؟ ها والباقي لو. ما في النهايه انا هنفذ الاوامر من خلال لوجيك سيركت. من خلال ايه يا جماعه؟ لوجيك سيركت. ففي سيجنال هتطفي لي بفر او هتقيد لي بفر او هتشغل لي جيت او هتقفل لي جيت صح الكلام؟ اه. يبقى معروف بقى هو عارف ان الدي 7 وده ما هنشوفه النهارده دلوقتي في المحاضره بس انا اتكلم في الاوفر فيو تحت. لو اكتف هيعمل كذا، لو دي 1 اكتف هيعمل اجراء ثاني، لو دي نوت هيعمل اجراء ثالث اند سو اون مش كده؟ يبقى الكلام ده كله هيروح للديكودر 3 في 8 عشان يطلع لي قيم الدي نوت والدي 1 الى ان نصل الى الدي ايه يا جماعه؟ لان كل رجل من دي هتبقى في لحظه ما وفقا للكود اللي هيبقى موجود هنا هتبقى اكتف والباقي ايه؟ لو. واحده هاي والباقي ايه؟ لو. سبيل المثال لو 0 0 0 يبقى معناها البيت رقم او الليجر رقم كام؟ 0 هي اللي هتبقى هاي والباقي لو. يبقى معناها ان في كنترول سيجنال وحيده من السبعه من الثمانيه السبعه ايه من الايه؟ من الثمانيه هم اللي هيكتبوا مسار والباقيين هيبقى مسارهم مقفول صح الكلام؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ اللي هو هيكون خاص بالامر اللي انا عايزه سواء كان ان سواء كان سواء كان ان سواء كان لود سواء وات ايفر الامر اللي انا عايزه هيبقى شكله ازاي؟ هنشوف الكلام ده بخصوص. عشان انا بقول في النهايه ان انا بعمل اورجنايزيشن. اورجنايزيشن معناها ان في سيكونس اوف اوبريشن. احنا وقفنا عند كلمه سيكونس اوف مايكرو اوبريشن ما كملتش على فكره بس انا قلت وقفت عند كلمه سيكونس اوف مايكرو اوبريشن. ادي السيكونس اهو تي نوت تي 1 هنا تي كام؟ تي 2 ادي السيكونس تتابع. سيكونس معناها بالعربي ايه؟ تتابع. يعني في تايمنج ولا مفيش تايمنج؟ تايمنج تي نوت اول كلوك سيجنال تي 1 ثاني كلوك سيجنال تي 2 ثالث كلوك سيجنال مش كده؟ اند سو اون. يبقى الاوامر بتاعتي هتتم من خلال سنكرونايزيشن معينه من خلال الكلوك بتاعي او التايمر بتاعي اللي هيطلع الكلوك سيجنال صح الكلام؟ يبقى في الاجراء في تي نوت حصل اجراء مان هذا اول مايكرو اوبريشن تتابع يحصل في التايم الثاني في مايكرو اوبريشن ثاني سيكونس اوف اوبريشن او مايكرو اوبريشن. فمين الشباب يعني ايه سيكونس اوف مايكرو اوبريشن؟ التي 2 عمل اجراء ثاني. الاجراء الاول قلنا فهمناه احنا شرحناه. الاجراء انا في بدايه الديكود. بدايه الديكود تبدا من الكلوك رقم كام؟ 2 اللي هي الكلوك الثالثه مش الكلوك الثاني اللي احنا بدانا بكام؟ 0. خد بالك الكلوك رقم 2 انا عايز اعمل ديكود عشان كده كنا بنقول ديكود
الكود يعني ايه؟ يعني النوميريك كود للانستراكشن بتاعي عايز يتفصل. تعمل له انتربريتيشن تفسير مش كده برضه؟ طب التفسير ده عباره عن ايه؟ هو ايه الامر؟ وفين الاوبرند؟ صح كده مانو غلطان؟ رد عليا يا حبيبي. احنا هنا كنا عايزين نعمل علاقه ما بين ريجستر وده ملوش عنوان معروف هو ايه؟ هو ايه؟ الاكيوميليتر ومكان فين؟ يبقى الاوبرند اللي في الميموري ده فين؟ صح كده مانو غلطان يا جماعه؟ رد عليا يا حبيبي. فين الاوبرند بتاعي؟ يبقى انا عايز اعرف ثلاث حاجات. عنوان الاوبرند بس عنوان الاوبرند حاجتين مش حاجه واحده. هل العنوان اللي موجود في الانستراكشن هو العنوان اللي بيدوب بيشاور على الاوبرند؟ لو قال لك اه يبقى ده دايركت ادرس. مين اللي بيقول لي؟ لو كانت بكام؟ بزيرو. طب لو كانت بواحد يبقى العنوان اللي في الادرس اللي في الانستراكشن بتاعك مش هو عنوان الاوبرند بس ايه؟ هو عنوان هيدلني على عنوان في ايه؟ الاوبرند بتاعك. فاهمين قصدي؟ يبقى ده اول استفسارين المفروض المجرد السوسر عايز يوجد لهم اجابه. صح الكلام؟ تاني استفسار او تالت استفسار هو ايه الامر اللي حضرتك مطلوب تعمله؟ صح الكلام؟ حته الحديد دي لا عايزه تفهم او انت عايز تفهمك اسلوب ما اللي هو الاورجنايزيشن اللي بتكلم عنه. طب افهمها ازاي؟ ابدا اجهز الحاجات دي. هبعت البيت نمبر 15 اللي هي الموست سيجنت بيت معايا، هبعتها للمكان اللي المايكرو بروسيسور هيتشيك كمان اللي هي الاي فلاج. اللي هي الاي يا جماعه الاي فلاج بتاع الفلاج معناها علامه اللي هي في الاصل عباره عن ايه؟ فليف فلوب. عباره عن ايه يا جماعه؟ فليف فلوب. يحصل لها سيت او يحصل لها ايه؟ بناء على قيمه مين يا جماعه؟ البيت رقم 15. في اي اشكاليه؟ ومن خلال ان المايكرو بروسيسور يتشيك الستيت بتاعت الفليب فلوب هيعرف اذا كان الست يعني مخزنه زيرو ولا الست يعني مخزنه ايه؟ 1. ومنها هيجاوب على اذا كان الادرس بتاعي دايركت ادرسنج ولا الدايركت ادرسنج. صعبه؟ ردود البلاوي صعبه؟ عظيم. بعد ما عرفت اذا كانت يبقى انا كده عرفت الاوبرند فين. صح الكلام ولا انا غلطان؟ في موقع ما في الميموري او في موقع ما اخر لو كانت اندايركت موجود عنوانه في الميموري اللي انا بشاور عليه. صح الكلام؟ رد عليها يا حبايبي. صح الكلام؟ الكلام ده مفهوم؟ الجزء الثاني هو انا عايز اتعرف على الامر. عايز اعرف الامر ده المجموعه بتاعتي هي ايه؟ اند ولا اور ولا اند ولا اد ولا لود ولا ستور ولا شويه اوامر كده اللي هي بتاعت الجزء الكمبيوتر معايا؟ مين اللي يقول لي الكلام ده؟ مش هيقوله شهادتك. يبقى كده لازم يحسها هاردوير. يحسها ايه يا جماعه؟ هاردوير. يبقى الميموري ريفرنس انستراكشر ليه انا بقول ميموري ريفرنس انستراكشر؟ لان في ايه؟ ادرس بيشاور على مكان فين؟ في الميموري. عشان كده مجموعه الاوامر اللي هتكون مرتبطه بالميموري هيكون ماكسيمم 7. ماكسيمم ايه يا جماعه؟ 7 اوامر. طب مين اللي يقول لي الاوامر دي؟ الديكودر. يبقى كل الديكودر كل الديكودر محتاج هنا 3 بت يخشوا على الديكودر اللي هو 3 في كام يا شباب؟ في 8. يبقى هيبقى عندي ليد او رجل دي نوت وواحده دي 1 دي 2 لغايه ما اوصل لدي كام يا جماعه؟ 7. هنا الديكودر اللي انت تحديدا اللي اخترته لان في النهايه يبقى 1 اوتبوت هاي في الوقت اللي فيه اذر اوتبوت بيساوي كام؟ لو. يبقى في النهايه في عندي 1 باس هيبقى هاي اكتف يعني هيحصل له انيبل والباقي هيكون ايه يا جماعه؟ دي سي اللي هم احد هذه الاوامر السبعه. طب والتابنة دي يا دكتور هطفي هتودينا في حته ثانيه او تشيل معانا الموضوع. يبقى اذا شويه الرجول من دي 0 لدي 6 لو عديتهم هتلاقيهم كام امر يا جماعه؟ 7 انستراكشرز اللي هم السبع اوامر اللي خاصين بالمومنت. 7 اوامر اللي خاصين بالايه؟ بالمومنت. يبقى اذا في الديكود البيت رقم 14 والبيت رقم 13 والبيت رقم 12 هيروحوا لمين؟
للديكودر هيعمل ايه؟ اكتيفيت لمين؟ يا الزيرو يا الايه؟ يا الوان يا الايه؟ يا السيفن اللي منها المايكرو بروسيسور بتاعك هيعرف السكه اللي هيمشي فيها فين الحته. معايا شباب؟ دي مايكرو اوبريشن اخرى. دي مايكرو اوبريشن اخرى. معايا؟ كمان مش احنا قلنا الاوبراند هيدل عليه الجزء ده من الاستراكشر ريجستر؟ كنت طالعها باي اللي هو خاص بمين؟ بالادرس. وقلنا ان هو ممكن يبقى اندايركت او دايركت. يبقى ايه ازاي ممكن انا اعمل؟ تاني ابعد الادرس ده للمكان اللي بيتعامل مع الميموري اللي هو مين؟ يبقى الاستراكشر ريجستر. البيت من بيت زيرو لبيت كام يا شباب؟ 11 الى البيت ايه؟ 11 يروحوا فين حته يا جماعه؟ للادرس ريجستر. سيكونس تايمينج اهو تايمينج اللي انا بتكلم عنه. مش ده كل ده ازمنه منفصله عن بعض؟ يبقى في الزمن ده عمليه الفشل. ده عمليه ايه يا جماعه؟ الديكود. بدات اجاوب على استفسارات المايكروسوفت. خد بالك بقى في ثلاثه هنا. في ثلاثه بتقول لي ايه بقى؟ في ثلاثه. هيجاوب السؤال الاولاني، هل ده عنوان الاوبراند ولا مش عنوان الاوبراند؟ بمعنى اضر هيروح بقى هناك. الكلام هو مش الكلام ده لنا احنا بس، المايكروسوفت هيعمل ايه؟ هيروح تشيك الاي على طول. لكن هنا اف اي بيساوي زيرو. معايا؟ الزميل قال كلام جميل جدا. قال ايه؟ هياخد الاوبرا من الشرط اللي يحطه في مكانه. طيب اف اي از ايكوال 1 اي اس ايكوال من معناه ايه يا شباب؟ اداني كده يعني ده مش الاوبرا ده ايه؟ ادرس لمين؟ لادرس لمكان في الممر فيه الايه؟ الاوبرا. يبقى اذا انا محتاج اخد الكلام ده احطه فين؟ في الادرس. فهمت قصدي يا جماعه؟ فهمتوها دي؟ حلو اقولها تاني. قلت ان انا هبدا اعمل اكسكيوت اهو. على فكره بعمل ايه دلوقتي؟ اكسكيوت اهو. مش احنا كنا بنقول فيتش ها؟ جود اند زين اكسكيوت. انا بدات في مرحله الفيتش وخلصناها. اول لما الامر بقى موجود في الاستراكشر ريجستر اللي بتاعت مرحله الفيتش. تاني حاجه اما وزعت المنابات، عارفين يعني ايه كلمه منابات؟ عارفينها ولا ايه؟ اما وزعنا المنابات على افراد العائله اصبح عملت عمليه الايه؟ الديكود. خلاص؟ يبقى اذا هنا خدت الدبوس اديته للاي. الفرده اديتها للديكود. الصدر خدها هو ابو العيله. مش كده؟ ده اللي هنا انا اقصد بمعنى كلمه الديكود هو ان انا اخدت البيت مون سيجنت بيت واديته للفلاج او للاي فلاج اللي هتقول لي اذا كنت دايركت ولا اندايركت. خدت 3 بت وديتهم للديكودر اللي هيكتب لي حاجه من الايه؟ من الرجول الثمانيه بتوعي عشان يدلني على الامر اللي انا ايه؟ هفعله سواء كان ان اور لود ستور وات ايفر هنعمل ايه؟ انت اي اشكاليه؟ ثالث حاجه الاوبراند اهو الادرس اللي انا كنت اتعشى منه يكون مباشره هو الاوبراند بس قد يكون مش ايه؟ مش الاوبراند بناء على مين؟ الاي. خلاص كده عملت ديكود ولا ما عملتش ديكود؟ عملت ديكود. يبدا المايكرو بروسيسور يعمل الاكسكيوت الفيز الثالثه. اول حاجه في الفيز الثالثه في الاجراءات يتشيك الاي. مش احنا قلنا الكلام ده؟ لو الاي بيساوي زيرو خلاص اوكي. مش كده؟ طب لو الاي بيساوي 1 اصبح ان الادرس ده ما بيشاورش على ايه؟ على اوبر. ما بيشاور على ايه؟ ادرس اخر في الايه؟ يبقى اذا المحتوى ده لازم يروح لفين بقى؟ ها؟ للادرس ريزستر. يبقى هنا اف اي بيساوي زيرو بيساوي 1 ده كلام السيفل كلام لنا احنا. لكن المايكروسوفت بيتشيك هاردوير. لو كان الاي بت ها ست في الفلوب بتاعها ست هيقوم عامل ايه؟ قلنا هنعمل ايه؟ هياخد الادرس ده ويقوم وديها يبقى الميموري ادرس ريزستر. وخد بالك ان الميموري ادرس ريزستر خلاف ده. لان ده في الاول كان عنوان مين؟
النكست انستراكشن اول لما جه هنا وفي بالك بقى كرنت ايه انستراكشن جواه الادرس ده يبقى اصبح الميموري ادرس سيستم اللي هو الايه دي ان هي بدت من 0 كام ل 11 بالك 0 كام ل 11 فاهمين قصدي يا جماعه اللي هي كان هكتب عليها ورقه صغيره كده بس انت خد بالك انا مش هنكتبها بعد كده لكن خد بالك ان دي البيت من بيت 0 الى بيت كام يا شباب 11 ده هما ادرس ده هوب ده هوب كان محتوى البروجرام كونتر كان 16 بيت من بيت 0 الى البيت 16 فاهمني يا حبيبي بس هو مش هو طبعا مش هيبقى هو في البيز الكمبيوتر مش 16 بيت 18 بيت 18 بيت هقول لك دلوقتي ايه الشباب يبقى من بيت كده بس بتوع البروجرام بار بتوع البروجرام ايه؟ يبقى هنا الجزء ده اللي هو ال 12 بت دوما هيقوم احنا قلنا ان هما مش هيدلوا على الاوبرال بس هيدل على ايه؟ عنوان اخر اللي هو الاندايركت ادرس بتاعنا قلنا هنوديه فين يا شباب انتوا قلتوا لي؟ الادرس ده اجراء ثالث او اجراء مش ثالث اجراء كام؟ رابع عندكم تايم كام يا جماعه؟ ثلاث طيب اصبح دلوقتي انا الاوبرند بتاعتي انا عرفت هو فين صح الكلام؟ اللي هو هيبقى اللي هو ده صح الكلام؟ طيب السؤال اللي في الطرح هل المايكرو بروسيسور بيعمل العلاقه ما بين الامر المحتوى اللي ما بين في الاكومنيتور مع الميموري كطرف الميموري دايما ما كانتش بتبقى في البيز الكمبيوتر طرف في الاوبريشنز بتاعتك يبقى اذا لابد ان الداتا دي تروح في ريجستر اخر فاكرين لما كنا بنقول الداتا ريجستر فاكرين الداتا ريجستر يا جماعه اللي احنا كنا بنقول بيهولد الايه الاوبرال بيهولد الايه يا جماعه الاوبرال والاوبرال الثاني او الطرف الثاني هو مين الاكيميليتور عشان كده كنا ساعات بنقول ان الاكيميليتور ده ساعات بيسموه بروسيسور ريجستر فبيسموه ايه يا جماعه بروسيسور ليه سموه بروسيسور ريجستر علشان هو اللي بيقوم بكافه العمليات الحسابيه فاكرين لما كنا بنقول الكلام ده فاكرين؟ يبقى اذا محتوى الادرس ده الجديد ده خد بالك بقى الادرس الثاني اهو خد بالك التطور اللي حدث في محتوى الادرس ايه؟ ريجستر يبقى انا محتاج تايم ثاني قال المحتوى الميموري لوكيشن ادرس باي ادرس ريجستر اللي هو هنا اللي بقى ايه يا جماعه؟ فاهمين يا شباب؟ هنا اللي هو بقى ده اهو انقله فين؟ في الريجستر الخاص بالانه يهولد الايه؟ الابره اللي هو مين يا جماعه؟ الداتا ريجستر داتا ايه يا جماعه؟ اصبح التو اوبرال دلوقتي بقى موجود اوبرال موجود فين؟ في الاكيوميليتور اوبرال موجود فين؟ في الداتا ريجستر يبقى في التايم خمسه هبدا اعمل الاوبريشن ان الاكيوميليتور بتاعي اعمل ما بين محتواه وما بين محتوى الداتا ريجستر عمليه الان اللي هو المثلث المقلوب ده او رقم 8 ده هو اللوجيك او السيمبل بتاع عمليه الان سيب لي بقى عملية ايه يا جماعة؟ الآن يبقى أنا كده هعمل آن أو لوجيك آن ما بين مين يا جماعة؟ الأكيوميليتر أو المحتوى الموجود في الأكيوميليتر مع المحتوى الموجود فين؟ في الداتا الناتج يتحط فين؟ في الأكيوميليتر وبعد كده في إجراء أخير إن أنا أعمل الكونتر بتاع أعمل له ريسيت عشان يبقى التاني طيب ده من كام تاني؟ في التايم زيرو في الأوبريشن اللي بعده. ده معنى كلمة A sequence of micro operation. كل ده يا دكتور بيحصل عشان يعمل الان لان انت بتتكلم هاردوير ما بتتكلمش ايه ما بتتكلمش السيمبل لانجويج اللي حضرتك بتكتبها وان كود وان انستراكشن على وان كود لاين مش كده تكتب اند كذا 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 صح الكلام خد بالك يا حبايبي لكن المايكرو سوس هيترجمها ازاي الاورجنايزيشن خد بالك بقى الاورجنايزيشن دخل فيها ايه يا جماعه طيب خد بالك يا حبايبي
طيب دخل فيها ايه؟ دخل فيها الاستراكشر ريجستر ادرس ريجستر ها داتا ريجستر فين الداتا ريجستر داتا ايه ريجستر دخل فيها ايه اتفضل يا حبايبي اكيميليت يبقى حصل تناغم ما بين التايم ومين الانترنال ريجستر والاستراكشر سيت اللي هي ايه يا جماعه الان ليه يا جماعة؟ الآن عشان كده ساعات بيسموا المايكرو اوبريشن ساعات بيسموها في بعض المراجع أو في مراجع بتدمج ما بين المسميين ساعات بيسموها ريجستر ترانسفير ستمنت ريجستر ترانسفير ستمنت لو تلاحظوا دي كلها تعلقات إيه يا جماعة؟ نقل داتا من حتة لحتة ودايما بيبقى طرفها إيه؟ ريجستر ساعات بيسموا المايكرو اوبريشن ريجستر ترانسفير ستمنت فهمنا قصدي يا شباب؟ اه يبقى احنا فهمنا يبقى اللي فوق المايكرو كلمه اسمها ايه يا جماعه؟ ماكرو اللي فوق كلمه مايكرو حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ يبقى الماكرو اوبريشن هو اسيت اوف مايكرو اوبريشن اللي هو ايه؟ اللي هو الكمبيوتر اوبريشن اللي بنتكلم عنه دول تاني دول تاني يبقى انا عندي كلمه ايه يا جماعه كل ده عباره عن ايه الاستمنت او ريجستر ترانسفير ستمنت دي اسمها ايه مايكرو اوبريشن دي اسمها ايه مايكرو اوبريشن طب بتعمل عمليه اخرى دي اسمها ايه مايكرو اوبريشن انت سؤال مش كده طب يا حبايبي صح كلام طيب اجمالي العمليات دي كلها اجمالي هذه الاجراءات هي هو الحاجه واحده معينه زي ما اتفقنا مع بعض في المثال الاجتماعي اللي انا قلناه استخراج البطاقة الضخمه الايه؟ القومي مطلوب مجموعه من الايه؟ الاجراءات بتفضل يا حبايبي مجموعه من الايه؟ الاجراءات هذه الاجراءات مجتمع بيعملوا لي عمليه واحده صح؟ الا وهي استخراج بطاقه الرقم القومي صح الكلام انا غلطان؟ يبقى الماكرو اوبريشن اللي هو ايه في النهايه اسمها الكمبيوتر ايه؟ اوبريشن عمليه الكمبيوتر بيعملها اي عمليه الكمبيوتر بيعملها هي في النهايه اسمها ايه كتصنيف ماكرو بس الماكرو دي ليه سموها ماكرو عشان هي عباره عن ايه اسيت اوف ايه مايكرو مجموعه من المايكرو اوبريشن فهمنا يعني ايه كلمه يا جماعه يبقى اذا لو احنا بنقول اديني تعريف عن الاورجنايزيشن يبقى هو اسلوب ما يتبعه الكمبيوتر علشان يعمل عملية تناغم أو انسجام بين مين؟ الانترنال ريجستر في العملية اللي عملنا عندنا كم انترنال ريجستر؟ عندنا ادرس ريجستر ها بروجرام كونتر ها استراكشر ريجستر مش بتكلم نفس حاجة نقطة عليك ها استراكشر ريجستر إيه كمان ظهر؟ ها داتا ريجستر ها خمسة ريجستر دخلوا في العملية مش كده برضه؟ في دخولهم ده دخل كده هجمه واحده كده ولا وفقا لسيكونس سيكونس معناها ايه يا جماعه تايمينج في التي نوت انت هتعمل كذا في التي 1 هتعمل كذا في التي 2 هتعمل كذا في 3 هتعمل كذا 4 5 هتعمل كذا صح الكلام يبقى انا دخلت عمليه ايه يا جماعه تايمينج طب التايمينج دي في النهايه زي ما هنشوف بقى عمليه الديزاين لما نيجي نعملها هنلاقي ان كل عمليه من دومين واخد بالك هنشوفه في الديزاين بتاعنا هتلاقي ان هو بيطلع كنترول سيجنال عشان تاكد ليه يعني مثلا المجازا بس انا مش عايز اعملها دلوقتي واخد بالك كل من دي هتترجم في النهايه للوجيك اوبريشن يعني مثلا هنا في لو كانت الدي 7 كومبلمنت يعني ايه مثلا دي 7 كومبلمنت يعني لو كان الرجل بتاعت الديكودر رقم 7 0 فدي بقى بالسهله اللي انا اقولها ايه دي 7 بوليان اكسبريشن دي 7 كومبلمنت في التايم تي نوت او في التايم ده عشان الكلام تي 3 اصبحت ايه يا جماعه؟ لوجيك اوبريشن لوجيك البولين اكسبريشن اللي احنا كنا بنعمله ايام زمان يعني ليها معناها كده ان الرجل رقم 7 دخلها على الانفرتر وان الكلوك رقم 3 اللي هو من الديكود من الكاونتر بتاعي هنشوفها ازاي هنعملها هاخد الرجل بتاعها اوصلها على اند اوبريشن دي عمليه اند اوبريشن فاهمين قصدي يا جماعه؟ هنلاقي ان الكلام ده كله هيتحول لايه يا جماعه؟ لكنترول سيجنال او كنترول ايه يا جماعه؟ استراكشر فاهمين قصدي؟ انا بحاول اديك تصور اللي حضرتك هتفكر بيه لما نيجي نعمل عمليه الديزاين
واخد بالك؟ وفي النهايه عشان يعمل ايه؟ عشان ينفذ لك الايه؟ الانستراكشر اللي انت عايزه. خلاص؟ يبقى اذا لما نيجي نعرف الاورجنايزيشن او الانترنال اورجنايزيشن بنقول ان هي عباره عن ايه؟ السيكونس نكتبها مع بعض اللي هي الانترنال اورجنايزيشن. انترنال اورجنايزيشن از كتعريف بقى انا لسه واقف على العنوان اللي انا كنت بتكلم عنه. كمبيوتر ايه يا جماعه؟ اورجنايزيشن. يعني ايه كمبيوتر اورجنايزيشن؟ از ا سيكونس اوف مايكرو اوبريشن. مايكرو اوبريشن دي هتتنفذ على ايه بالظبط؟ ريفورم اون اداه ستورد ان انترنال بروسيسنج. تعريف ايه يا جماعه؟ تعريف اللي انا شرحته ده. فهمنا من اللي انا شرحته ده يعني ايه كلمه ايه يا شباب؟ مايكرو اوبريشن. وفهمنا ان الاوبراند بتاعتي هتكون عباره عن ايه؟ الاوبراند اللي هي الداتا يعني هتكون موجوده في الحته في ايه يا جماعه؟ انترنال ريجستر. وان دي محتاجه عباره عن ايه يا جماعه؟ تتابع. يعني في ايه يا جماعه؟ تايم. اللي هو المفاهيم اللي انا كنت ايه شرحتها وانا بقول لو انا عايز اتكلم عن كمبيوتر اورجنايزيشن يبقى انا عايز اتكلم عن ثلاث حاجات مش حاجه واحده. عايز اتكلم عن الانترنال ريجستر اللي موجوده في الكمبيوتر بتاعي. عايز اتكلم عن اسلوب ما هتبعه عشان اعمل عمليه تايمينج. ده انا هوضحه في محاضره النهارده بمشيء الله عز وجل. بتكلم عن سيكونس يبقى بتكلم عن تايمينج. ثالث حاجه بتكلم عن الاستراكشر سيت. يعني انا هحكمني ازاي؟ ايه اللي يحكمني ان البروسيسور ده ما يعملش الا العدد ده من الانستراكشر؟ تفتكر اول لقاء لنا كنا بنتكلم عن الاجيال بتاعت البروسيسور. نقول البروسيسور ده عمل قد كذا امر، البروسيسور ده عمل قد كذا امر. ايه اللي حكم الكلام ده؟ هنشوف مع بعض دلوقتي تفصيليا الامور. من تاني احب اتكلم في مجمل دقيقه او دقيقه ونص بتكلم في ايه من ثلث ساعه. كنت بحاول اوضح لك يعني ايه كلمه كمبيوتر اورجانيزيشن. بحاول اوضح لك يعني ايه يا جماعه؟ ها كمبيوتر اورجانيزيشن. قلت لك الكمبيوتر اورجانيزيشن هو اسلوب ما هينهجه المايكرو كمبيوتر عشان يوفق ما بين ثلاث عناصر او ثلاث اوامر ثلاث حاجات مع بعض. ايه هم الثلاث حاجات؟ الانترنال ريجستر، التايمنج اند كنترول ستراكشرز او كنترول سيجنالز يعني بتاعتنا اللي بنستعملها. ثالث حاجه اللي يا جماعه الاستراكشر سيستم. يبقى حينما نتحدث عن الكمبيوتر اورجنايزيشن لابد ان نتطرق الى الانترنال ريجستر، التايمنج اند كنترول سيجنالز، الاستراكشر سيستم. من هنا انطلقنا ان احنا حابين نوضع تعريف، بس عشان نوضع التعريف ونفهمه ما نحفظوش. قلت لك المهندس المهندس من تالت مش ايه؟ مش كشكول. يبقى لازم نفهم الجمله اللي قدامنا، ايه بواطن هذه الجمله؟ اللي البعض فينا بيقول في زخم في المعلومه او في صعوبه في فهم المعلومه، في صعوبه في فهم المعلومه، احنا ممكن بمنتهى البساطه ان احنا نكتفي ان احنا نعرض على حضرتك في سلايد السطرين دول، نقول لكم الانترنال اورجانيزيشن از ا سيكونس اوف مايكرو اوبريشن ذات بيرفورم اون ذا داتا ان انترنال ريجستر، صح الكلام؟ رد عليا يا حبيبي، صح الكلام؟ صح؟ رد عليا، كنت هتعترض؟ كنت هقول لك انت فاهم هتقول لي ايه؟ فاهم، بس هل انت وانا مش شاك ان انت فاهم، بس فاهم الالفاظ ولا فاهم يعني علم؟ او مجرد حفظ سطرين وما اسهل ذلك، لكن مجمل كل كلمه من دول لها معاني. سيكونس يعني ايه سيكونس؟ يبقى بتكلم في تايمنج. طب التايمنج ده يبان في خلد ازاي؟ يبقى لازم يجي اكزامبل يوضح المعنى ده. الاكزامبل اللي سقناه لحضرتك بعيد الكلام اللي انا قلته مره ثانيه اقول ترتيبه
ولو في اسئله يا ريت تطرح. انا محتاج اعمل ايه لاي انستراكشر؟ قلناها مرارا وتكرارا وادعينا وقتها اننا فاهمين، قلنا ان في ثلاثه فيز هما نسمع الفيتش ديكود اكسكيوت هاو. ما قلناش هنا وقتها ان كان وقتها لا يحتمل الكلام ده ذكر، صح الكلام؟ فبدانا نتكلم عن الفيتش. الفيتش انا بتكلم عن الانستراكشر. موجود فين الانستراكشر ده يا حبايبي؟ مرات ما تفرش عليا، ما تسالش عليه فين؟ في المومنت. يبقى لازم يعمل فيه ادرسنج. فزي ما عمل عمليه ايه يا جماعه؟ ادرسنج عن وانا المسؤول عن ادرس تو ريجستر في البيزك كمبيوتر. تو ريجستر فين؟ في البيزك. في حاجه اسمه كرنت انستراكشر. كرنت ايه؟ الادرس اوف ذا كرنت انستراكشر موجود في الادرس ريجستر. موجود فين حته؟ وفي حاجه اسمها الادرس اوف نيكست انستراكشر موجود فين حته؟ كلمة فيتش، يا ريت من الأسئلة اللي بطرحها هي أسئلة للتواصل. كلمة فيتش تعني كرنت ولا تعني نيكست؟ تعني إيه؟ نيكست. يبقى إذا أنا محتاج أتعامل مع النيكست أدرس. محتاج أتعامل مع الإيه؟ النيكست أدرس. اللي هو موجود فين؟ البروجرام كونتر. لكن السؤال اللي أنا بطرحه هو سؤال آخر. أجبنا عليه، هل البروجرام كونتر هو اللي بيأدرس الميموري؟ من مين اللي بيدرس الميموري؟ ها؟ الادرس ريجستر. يبقى لازم اعمل ايه؟ ادرس المحتوى ايه؟ فين حته؟ بس كده. فاول مايكرو اوبريشن. اقول ايه يا جماعه؟ مايكرو اوبريشن. هل المحتوى مين؟ البروجرام كونت. فين حته؟ خد بالك اول لما العنوان ده اتنقل في الادرس ريجستر اصبح بالنسبه لي ايه؟ جرنت ولا نيكست؟ جرنت انستراكشن. لان بدات مراحل الفيتش. طيب في اي اشكاليه دي؟ يبقى اول مايكرو اوبريشن بروجرام كونتر كونتين. نقل فين حته احمد؟ في الادرس فين عند تايم كام؟ بلا تايم وايه؟ اتفضل عليا. تايمنج معاه؟ انترنال ريجستر اورجنايزيشن. بعد كده انا عايز اعمل فيتش انستراكشن. عرفت عنوانه ولا ما عرفتش عنوانه؟ عرفت عنوانه اللي هو فين حته؟ يبقى اذا المحتوى مين ده؟ اللي هو مشاركة قبل ايه؟ هل هو دي فين؟ ده امر. هل هو دي فين؟ ها؟ الانستراكشر ريجستر. يبقى محتوى النمبر لوكيشن ده اللي هو عباره عن النيمونيك كود للانستراكشر اللي انا عايز انفذه. واخد بالك؟ هحط النيمونيك كود ده فين حته يا جماعه؟ رد عليا؟ في الانستراكشر ريجستر. اصبح عندي كرب انستراكشر. طالما اصبح عندي كرنت انستراكشر يبقى لازم محتوى البروجرام كونتر يحصل له ابديت، صح الكلام ولا انا غلطان؟ صح. اللي هو انا اعمل له ايه؟ اشاور على الامر اللي بعده. مفهوم يا كريم يا كريم؟ مفهوم؟ فاهم؟ يبقى انا عايز اشاور على الايه؟ على اللي بعده اللي هو النكست انستراكشر. يبقى بعمل انكريمنت من ده بكام؟ واحد. في اي اشكاليه يا شباب؟ بالله عليك لو عندك استفسار اطرحها. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ ردوا عليا اتفضل يا يعني. انا هقول ليه دلوقتي مش دلوقتي على الارقام. هقول لك ليه حالا بس بعد ما نخلص كلمه مايكرو اوبريشن. في اي اشكاليات دي؟ هقول لك ليه 12 بت دلوقتي. في اي اشكاليات يا شباب؟ عظيم جدا. دي اول تو مايكرو اوبريشن في الفيز اللي اسمها ايه يا جماعه؟ اتفضل عليا. تاني حاجه دي كود. كلمه دي كود معناها كود معناها شفره. دي كود معناها ايه يا جماعه؟ فك الشفره. فك الشفره يعني ايه؟ عايز تقول انا عايز حته الحديده اللي عندي تبدا يوصل لها المفاهيم اللي وصلها لي انا كبروجرامر كده. ايه المفاهيم؟ المفاهيم دي الادرس ده كنا مع بعض في اكثر من موضع ان الميموري لها تو مود اوف ادرسنج، دايركت مود وايه؟ دايركت مود. عايز اجاوب على السؤال ده او هو عايز يوصل للمعنى ده. هل انا الادرس اللي هيبقى مضمن جوه الريجستر بتاعي هل هيكون دايركت ادرسنج ولا اندايركت ادرسنج؟ السؤال الثاني، هل ما هو الانستراكشر اللي انا هنفذه؟ ان انا عندي اسيت اوف انستراكشر. احنا اتفقنا معنى كلمه سيت معناها مجموعه. يعني مش عندي امر واحد هنفذه هو اللي مش عايز استفسر عنه. لو امر واحد مفيش استفسار عنه.
مش كده؟ اللي بيقوم بمهمه واحده ما بيستفسرش هي ايه المهمه، صح الكلام؟ لكن اللي بيقوم ب 20 مهمه فيتوكب عليك اللي انت تحدد له احدهم، صح ولا انا غلطان؟ ثالث سؤال، الاوفر اند بتاعت اللي هنفذها على الامر الاستكشر اللي حضرتك طلبته هنفذه على انه اوفر اند، على انه ايه اوفر اند، في اي اشكاليه كده؟ وعليه كل الاجابات دي موجوده ضمنا في الحته يا جماعه، في النوميريك كود الاستراكشر اللي موجود في الحته في الاستراكشر. فاي مشكله كده؟ نظرا لان الامر اند ينتمي الى مجموعه الميموري ريفرنس، فلاحظ ان من تاني بعد الشرح وفي الاعاده افاده لو كان حضرتك صريح معاك. يبقى انا لازم اجاوب على ثلاث استفسارات لانهم كانوا ثلاث استفسارات بالفعل، دايركت ولا اندايركت، صح؟ تاني حاجه ما هو الامر، صح؟ اين يوجد الاوبراند، صح؟ اتفضل عليها يا بيبي، صح. يبقى اذا هنا هنلاقي ان انا قسمت الاستراكشر ريجستر لثلاث مواضع. الموضع الاول اللي هو النص سيرفيكت بيت، يعني ايه النص سيرفيكت بيت؟ يعني اخر بيت من جهه اليسار اللي هي البيت رقم كام؟ 15 اللي بنسميها اي بيت. ليه سماها اي؟ عشان اسمها اندايركت. كل حاجه لها دلالتها جميل اهو. هنا الزخم اللي انا بتكلم عنه، بس انا ما ينفعش ان انا اسميها كده معايا. يبقى اي كدلاله على الاندايركت، يعني اي شود بي ست عشان اقول ان هي اندايركت، صح الكلام؟ يبقى اذا الاي از ايكوال 1، فمعنى كده ان الادرس اللي هيبقى موجود في الانستراكشر مش هو الادرس اللي بيدل على الاوبرند، لكن هو موضع في الميموري بداخله ادرس اخر هو اللي بيشاور على الاوبرند. ده معنى كلمه الاندايركت. وصلت ولا ما وصلتش؟ صوت واضح. وصل ولا ما وصلتش؟ اه، يبقى دي اول استفسار اللي جاوبت عليه، صح الكلام؟ يبقى في الدايركت فين؟ في الـ في الـ في الديكودر، في الديكود فيز، فيتش ديكود، في الديكود فيز، يبقى لازم البيت رقم 15 تروح للفليف لوب بتاعها اللي هتبقى المايكرو بروسيسور هيرمن تشيك سكان ست فور مايك ورا ست، صح الكلام؟ يبقى في ريجستر ترانسفير، في ريجستر ترانسفير ستيتمنت اهي ان البيت نمبر 15 هتروح فري تعمل ست اور ريسيت للفليف لوب اي. الفليف لوب ايه يا جماعه؟ في اي شريط؟ عظيم. يبقى دي اول فيز او اول مايكرو اوبريشن يا كريم في الديكود فيز. في اي اشكاليه؟ تمام. زين الجزء الثالث الثاني اللي هو من البيت رقم 14 لجيت البيت رقم 12، يبقى انا بتكلم في 3 بيت. بيت رقم كام؟ 14 وكام؟ حسام 13 وكام؟ 12. 3 ديجيتس يدوني 2 اس 3 احتمال، يدوني 8 انستراكشر. في الواقع انا مش هعمل 8 انستراكشر، هعمل 7 ليه؟ هجاوب عليه بعد فتره. خد بالك في استفسارات كتير طرحتها هنجاوب عليها بعد فتره. سؤال علي ليه البرجر والبنطر 12 بيت؟ هنجاوب عليه. ليه 7 ما كانوش 8 رغم ان الثلاثه ديجيتس يعملوا لي كام؟ 8. طب ليه انت قلت 7 ما قلتش 8؟ هنجاوب عليه لاحقا، بس احنا عايزين دلوقتي نركز على مفهوم الديفينيشن اللي عندنا. خلاص؟ يبقى اذا هيحصل ان الثري بيت دومين هيروحوا للديكودر. هيروحوا لايه يا جماعه؟ هاردوير للديكودر. الديكودر له كام خارج؟ 8 خارج. هستعمل ال 8 الخارج دومين. الديكودر بيأكتف وان لاين ويعمل ديسأكتف للباقيين. 00 بيت رقم 0 او الاول رقم 0 هو اللي هيبقى اكتف. 111 يبقى البيت رقم دي 7 هي اللي هتبقى ايه؟ اكتف، صح الكلام؟ طب والباقي؟ امانو زيروز. باقي ايه يا جماعه؟ زيروز، صح الكلام؟ يبقى اذا من خلال 1 لاين 1 كنترول سيجنال، خد بالك دي اسمها ايه يا جماعه؟ هتبقى كنترول ايه بالنسبه لي؟ سيجنال. اللي هي كنترول ايه يا جماعه؟ ستراكشر. لا تقوم رايحه علشان تاكتف جيت معينه او تعمل ديس اكتف لجيت معينه، صح الكلام ولا ما غلطتش؟ فاهمين قصدي؟ يبقى كل من دي كنترول سيجنال هيت، ولا كنترول اوبريشن من دي كنترول ايه يا جماعه؟ سيجنال. اللي هي عمليه الديكود. من دي يا جماعه؟ الديكود. واخد بالك؟ وفي النهايه احنا قلنا ان ده ادرس. بس بيدل على مين الادرس ده يا جماعه؟ على الاوبرن. على ايه يا جماعه؟ الاوبرن او ادرس يدل على ايه؟ على اوبرن. في حالة دايركت أو
ده يبقى الادرس ده لازم يتنقل للمكان اللي بيتعامل مع النور اللي هو مين الادرس. يبقى المحتوى القديم ده بتاع مين بروجرام ديريكتور هيتم استبداله بالمحتوى الجديد ده اللي كان موجود فينا حته يا جماعه في الانستراكشن ريجستر. وصلت ولا لسه؟ وصلت. وصلت يا شباب؟ تمام. اصبحت ان انا دلوقتي عملت عمليه توزيع المنابات اللي انا اتكلمت عليها كده في السيني اجتماعي. وزعت كل المنابات على صفحه. في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ اللي هي بتجاوب على الاستفسارات الثلاثه اللي انا قلتهم. دايركت ولا اندايركت؟ هو الانستراكشن هو ايه؟ ثالث حاجه الايه؟ الاوبرا اللي فيه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ جاوبنا عليهم ولا ما جاوبناش؟ ها؟ نبدا نجاوب على او نبدا مراحل الاكسكيوشن. يبقى هنا خلصنا الديكود، تيجي هنا للاكسكيوت. ايه يا جماعه؟ في الاكسكيوت عندي تي 3 تايم ان بتشيك اذا كانت الاي فلاج بتساوي 1 اور 0. فهنا مثال لو الاي فلاج 0 دو نصي ما بتعملش حاجه. طب لو الاي فلاج از ايكوال 1 يبقى معناها ان العنوان اللي هنا لازم يتنقل تاني لمين؟ للادرس ريجستر. ليه؟ عشان يشاور على الايه؟ المكان بتاع الاوبرا. مفيش تفاعل منكم حبايبي. يعني شفت حماسي دفعني ان انا اعيد الشرح مرتين. بس في الشرح الثاني مين اللي يرد عليا؟ ترد عليا حبايبي؟ حد بيرد عليا بقى. مين اللي يرد يا شباب؟ انا ولا انتم؟ ما الامور وضحت معايا؟ لو الاي يساوي 1 ها؟ دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت. يبقى انا هاخد ده كاوبر اند ولا كادرس؟ يبقى لازم يروح فين؟ يبقى الممرليكيشن ادرس باي ادرس ريجستر. هيروح في الحته؟ على الادرس ريجستر. كده جيت اشاور على مين؟ على الاوبرا اللي نيجي للتي 4. ميموري لوكيشن ادرس باي ادرس ريجستر اللي اتغير للمره الثالثه. ادي المره الايه؟ الاولى. ادي المره الايه؟ الثانيه. ادي المره الايه يا جماعه قلناها؟ الثالثه اهي. كل حاجه كان له محتوى، فاهمينه ولا مش فاهمينه؟ يبقى الميموري لوكيشن ادرس باي ادرس ريجستر اللي هو العنوان الاندايركت. هيروح يفتش الاوبرنت هيحط في الحته اصبح بقى عندي محتوى في الاكيوليتور موجود ومفيش عندي مشكله معاه. معايا يا محمد؟ ومحتوى الممر اللي فيش اتنقل في الدايركت ايه؟ في الداتا ايه؟ في الداتا ريجستر. بعدين اعمل العمليه. ايه العمليه؟ اجمع اضرب ده في ايه؟ في ده لوجيك انس وحط الداتك فين؟ في الاكيوليتور. ادي عمليه الاكسكيوشن تمام. بس ما تنساش ان الاجراء اللي جاي هيبدا من التي 6 ولا من التي نوت؟ رد عليا. التي نوت. التي نوت لان ده ايه؟ امر ايه؟ جديد لازم يبدا بايه؟ ثم ثم يبقى لازم اعمل ايه في الكاونتر ده؟ اعمل له انيشاليزيشن مره ثانيه او اعمل له كلير. فاعمل له ايه؟ كلير معناها ان انا اروح ابعت سيجنالز تروح على الكلير تيرمينال بتاع الكاونتر واعمل له ريسيت. فاهمين قصدي يا جماعه؟ دي كنترول سيجنالز. كل عمليه من ديت معناها ان في هاردوير شغال. اوعى تخيل ان دي برامج. دي ايه؟ في كنترول سيجنال، في انيبل سيجنال كده بتطلع تعمل ايه؟ زي الكلوك لما بتعمل ترانزيشن للستيت. فاكرين؟ هنا هيطلع كلين سيجنال تروح على الكاونتر عشان تعمل له ريسيت ويبدا من الزيرو تاني. ده هاردوير ده ولا سوفت وير؟ رد عليا يا حبايبي. هاردوير. كل الكلام ده هنعرفه ازاي يترجم كهاردوير ونوصل لليفل اعلى في الديزاين. معايا يا شباب؟ في اي استفسار؟ اتفضل. هو تي 1 قلت محتوى الميموري ادرس باي ادرس ريجستر هيحط في الانستراكشن ريجستر. هو ده كود للانستراكشن. النموذج كود للانستراكشن احنا اتعودنا اللي احنا شفناه ايام الشابتر الثالث. فاكرين كنا بنكتب 1 0 1 1 1 1 1 ونترجم الكلام ده بعدين؟ هو ده النموذج كود بتاع الانستراكشن. لما تي 4 ده اوبرا عشان نتفاهم مع بعض ان عندي الميموري بتاعتي جزء منها بيبقى كود وجزء منها بيبقى ايه؟ داتا سيجمنت وجزء منها بيبقى فاكرين اكسل سيجمنت وستاك سيجمنت. فاكرين القصص دي؟ يبقى اللي كان بيتحط في الكود ده انستراكشن واللي كان بيتحط في الداتا سيجمنت ده اوبرا. بس هو نفس اللوكيشن. لا انا قلت نفس اللوكيشن. لا انت نفس اللوكيشن عشان قلنا ان ده ادرس وده ادرس مختلف وده ادرس ثالث. اذا السيجمنتس بتاعتي انا ممكن تكون متقسمه. الموبايل بتاعتي مش احنا شفنا مع الامر تاني في
كنا قلنا ان ممكن يبقى عندي 1 سيجمنت بس متقسمه جواها الى ايه؟ الاربع مراحل. احنا قلنا احنا محتاجين نستنفر المعلومات اللي قلناها قبل كده. في اي استفسار اخر يا شباب؟ بالله عليك كون صادق مع نفسك، لو في سؤال تطرحه لانك مش هتلاقي اصدق مني في الرد عليه. ربما تسال عبسي وهو اهل اللي اتسال انه شاطر، فيكون هو فهمه في النقطه دي فهم خاطئ، وحضرتك نظر لصفتك فيه والانفتاح له يبدا تقول اه لا ده اللي بيقوله ده هو الصح. فمن فضلك لو في سؤال اطرحه. اتفضل حضرتك. بسمع اخوك بيقول ايه عشان نرد على الاستفسارات. هتقول هتقول اول اكتب اه هتقول اول طرد الترم الاولاني. حضرتك اديتك مثال على سيجمنت ريجستر مع نمبر تمام. طب لو كان ريجستر لا واصل هنتكلم مستعجل. انا انا بدي مثال لتوضيح ديفينيشن وليس ان احنا نتعلم منه الديزاين. نتكلم بالتفصيل في الديزاين، لكن الديفينيشن ده اتفهم فهم حقيقي ولا مجرد حفظ لسطرين؟ رد عليها يا بيبي. فانا صفت هذا المثال عشان افهم يعني ايه سيكونس. وصل يعني ايه سيكونس؟ عشان افهم يعني ايه كلمه مايكرو اوبريشن. فهمني يعني ايه كلمه مايكرو اوبريشن؟ رد عليها يا بيبي. على داتا موجوده في الانترنال ريجستر، فهمنا الريجستر ترانسفير ستمنت؟ رد عليها يا بيبي. فهذا مثال لهذا عشان اوضح بيه ديفينيشن وليس عشان يكون مدخل للديزاين. هو مدخل حقيقي للديزاين بس مش ده الديزاين اللي انا عايز اتكلم عنه دلوقتي، ان في تفاصيل اخرى لازم نحلها الاول. في اي اشكاليه؟ تعال نبدا بقى. ليه انا جبت كلمه بيزك؟ ما قلتش كمبيوتر اورجنايزيشن بس. طب نهتم بالعنوان ازاي؟ بقى لنا ساعه الا ربع، بقى لنا قد ايه؟ ساعه ونص. ساعه ونص نتكلم في عنوان الشابتر وليس في محتواه. ليه انا جبت كلمه بيزك كمبيوتر؟ محمد الكاتب ليه انا جبت كلمه بيزك كمبيوتر؟ ما قلتش كمبيوتر اورجنايزيشن. ليه اتحط كلمه بيزك كمبيوتر؟ لان انا بتكلم على اول مايكرو كمبيوتر اتحط اتبنى عليه بعد كده كل اجيال المايكروسوسر والمايكروسوسر اللي بعد كده، اللي هو واحد اسمه اللي احنا هنعمله ان شاء الله ديزاين في الترم، اللي هو اسمه مانو كمبيوتر. فاكرين جون فون نيومان؟ ده اول واحد حاطط الكونسيبت بتاعت اللي ايه يا جماعه الكمبيوترز المفروض يبقى انا عندي واحده بتعمل كذا واحده بتعمل كذا واحده بتعمل كذا، مش كده؟ ده مانو ده اول واحد بقى هو اللي حط ديزاين كامل لمايكرو كمبيوتر. فنبدا نشوف المايكرو كمبيوتر ده كان شغال ازاي. نبدا نتعرف على الانترنال ريجستر عشان اجاوب على سؤال علي، ليه البروجرام الكوانتر كان سابقا؟ نرجع بقى نحاول نستنفر المعلومات اللي قلناها في أول محاضرة من الترم الأولاني. نبدأ نتعرف على المانو كمبيوتر ده، الريجستر بتاعه دي شكلها ازاي. المانو كمبيوتر ده كان فيه 7 هو هما 8 بس هو 7 سيجما 7 ريجستر، هنشوفهم مع بعض دلوقتي. بس ما ينفعش ان انا استردهم بدون وعي او بدون فهم. انا اقصد ان انا اقول لك ان هي داتا ريجستر، كمبيوتر ريجستر، انستراكشن ريجستر، بروجرام كوانتر، ادرس ريجستر، اللي هو الانبوت ريجستر، اوتبوت ريجستر. ما اسهل ان انا اسرد الكلام ده كده. لكن انا مش عايز استرده. انا عايز افهم هو ليه جاب ده وجاب ده بكام وليه السبب. تعال نبص الاول البدايه فين؟ البدايه في الميموري، لان الميموري هي اللي هتفرض عليا حجم سؤال علي، حجم الادرسنج بتاعي بشكل ازاي؟ كم بت في الريجستر؟ هي اللي هتفرض عليا حجم الداتا ريجستر بتاعتي تبقى ازاي؟
ليه 16 ليه 12 ليه 8 ليه 4 دي كلها حاجات لازم تتجاوب عليها من خلال المومنت. لو انا قلت لك المومنت دي بتهولد 4096 واط، بالك انا قلت ايه يا جماعه؟ واط ما قلتش ايه؟ طيب قلت ايه يا جماعه؟ واط. تفرق ولا ما تفرقش؟ معناها كده ان الداتا بتاعتك هتبقى كام في المور الفيشن الواحده؟ 16 بت. معناها ايه يا جماعه؟ الداتا اللي موجود في المور الفيشن هتبقى كام؟ 16 بت. يبقى على طول كده افهم ان الداتا ريجستر شوت بي 16 شوت بي يا جماعه؟ 16 بت. لان انا قلت ان عندي 1496 واط. يعني ال 1 memory location store 1 wall، 1 wall معناها كام يا شباب؟ 16 بت. يبقى ده معناها خد بالك بقى ال 1 wall مي بي تكون instruction، مي بي انها تكون ايه يا جماعه؟ اوبرال، صح كده ولا غلط؟ رد عليا. ال 1 wall دي ممكن تكون ايه؟ لو انا في الجزء اللي واقع في الكود سيجمنت هتبقى ها؟ رد عليا حبايبي، هتبقى instruction. طب لو واقع في الداتا سيجمنت هتبقى اوبرال. يبقى اذا هنا لو انا بتكلم في الوورد يبقى انا عرفت ان الداتا ريجستر سوت بي كام؟ از اوبر. از ايه يا جماعه؟ طب لو كانت از انستراكشر 16 بت. يبقى اذا الانستراكشر ريجستر هيكون كام يا شباب؟ 16 بت. طبعا تمبرري ريجستر، يعني ايه كلمه تمبرري؟ ريجستر ايه وظيفه التمبرري ريجستر؟ ان الهولد برضه ايه؟ اوبرا. فاكرين لما كنا بنقول لو انا عندي ريجستر مقبول وعايز احط داتا في حته ثانيه ايه اللي هي هحطها فين؟ في التمبرري ايه؟ ريجستر. يبقى التمبرري ريجستر هو كمان هيبقى كام بت؟ 16 بت. كنا عليه بجنيه ايه؟ بقول لك 16 بت. يلا بص احنا قلنا كام وورد يا جماعه؟ يعني كام كيلو؟ يعني كام؟ يعني كام بت؟ 12 بت. يبقى اذا البروجرام كونتر لازم يكون كام؟ 12 بت. سؤال طيب دلوقتي والادرس ريجستر كمان هيكون كام بقى؟ ليه؟ لان هو بيعمل له ادرسنج ل 4096 لوكيشن. يبقى انا محتاج 2 تو ذا باور 12 كده. يبقى اذا الادرس ريجستر شود بي 12 بت، والادرس ريجستر شود بي كان برضه 12 بت، صح الكلام؟ 12 بت عشان يعمل ايه؟ ادرسنج للموارد. ما جبتهاش وزفيه، انا جبتها منين حتى؟ من الميموري اورجنايزيشن اللي هو قالها لي. اول مايكرو كمبيوتر صنعه او حط اسسه مانو كان الميموري بتاعته كده، كان 4096 ميموري لوكيشن. سعر كل مور لوكيشن وورد يعني 16 بت يا شباب، صح كلام؟ وعليه ترجمه ان كل ريجستر اللي هتهولد الاوبراند لازم تكون كام؟ 16 بت. وكل البيتس او كل الريجسترز اللي هتهولد الادرس لازم يكونوا كام؟ 16 بت. السؤال اللي بيفهم نفسه، السؤال اللي المفروض لو احنا عندنا عصف ذهني داخل المحاضره، دي حاجة كده في استغلال مش غريب شوية. في النهاية الأوبرند والإنستراكشن هيتحطوا على الإيه؟ على الداتا ريجستر، على الباص، على الباص بتاعي اللي هيكون بقى كام بت؟ 16 بت. وأنا عندي هنا كام؟ الأدرس 12. في سؤال يطرح؟ الأربعة تمام. الأربعة تمام هتعمل معاهم إزاي؟ مش كده؟ هنا لو أنا بعمل لود من الادرس ريجستر سواء كان بروجرام كوانتر، لان البروجرام كوانتر بيحط الداتا بتاعته على الداتا باس علشان تروح للادرس ريجستر، صح الكلام؟ الداتا باس كام؟ 16. وفقا للكلام اللي انت بتقول كام؟ 16. هو بيلود كام؟ 12. يبقى فضل عندي كام؟ اعمل فيهم يضم اكتب لود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النبل، النبل ده على فكره يا جماعه في ناس وقعت في مشاكل معايا فيها، النبل ده كام بت يا جماعه؟ مش الموست بت؟ او الموست نبل
بص في كانت نبل اعني ايه يا جماعه البيت رقم كام 15 وكام و14 وكام و13 وكام و12 هيبقوا صفار ويبقى الجزء فين حته ابتداء من كام من 2 من 11 من 2 من 11 لكام بزيرو هو دوت الادرس بتاع كل رقم ولا تاني ولا مفهومه طيب في العكس بقى لو انا بعمل الداتا دي انا واخدها من 16 بس داخل على مين على الادرس ريجستر اللي هو كام 12 الادرس ريجستر بيعمل كونكت مع الاول 11 او 12 بت فقط لا غير من البيت 0 للبيت كام 12 يعني ملوش دعوه بالايه بالاربع زين طب قصدي فاهم قصدي يا شباب يبقى اذا ده اللي هو الكومبتابيلتي اللي هتبقى من مين الداتا باس بتاعتك والبروجرام كاونتر والادرس هنا هيبقى عندي اوفر اند بي جي ان هي تبقى جايه من امبل ديفايس انا بتكلم عن اسكي كود لكاركتر اسكي كود ليه يا جماعه لكاركتر والاسكي كود للكاركتر 8 بت عشان كده بقى هيبقى الانبوت ريجستر انبوت ريجستر معناها ان انا هستقبل كاركتر الفا نوميريك الفا نوميريك يعني ايه يعني ممكن يكون الفابيتك اي بي سي تو زد او نوميريك من 0 لكام ل 9 من 0 لكام ل 9 وكل جمله عباره عن اسكي كود بتاعهم كام بت 8 بت عشان كده الانبوت ريجستر بتاعي اللي هو موجود في البيت الكمبيوتر هيكون كام بت 8 بت كام بت 8 بت كذا الحال انا ممكن عايز اعمل برنت على البرنتر برنت على البرنتر يبقى انا عايز اخد المحتوى بتاع الكاركتر اللي هيبقى وان كاركتر ات تايم ستريم كاركتر يطلع كل ورق كل تايم هيطلع ايه وان كاركتر ات تايم مش كده يبقى الوان كاركتر ده هيتحط فين حته فاوت ايه ريجستر عشان يطبع على الايه على البرنتر يبقى انا محتاج برضو ان الريجستر ده يكون كام بت ها خلاص يا جماعه يبقى انا عندي في الريجسترز بتاعتي عندي داتا ريجستر ادرس ريجستر انستراكشن ريجستر بروجرام كاونتر احنا جبنا الجيوغرافي عندنا كمان الاكوميليت عندي كمان ايه يا شباب الاكوميليت الاكيوميليتور ده هيتعامل مع اوبراند كده ولا هيتعامل مع ادرس؟ رد عليا يبقى هو بينتمي الى الاوبراند ولا الادرس؟ الاوبراند مساحته كام؟ 16 دي الانترنال ريجسترز او البيزك كمبيوتر احنا مش هنفضل نقول بقى امام الكمبيوتر هنتكلم على طول كلمه ايه يا جماعه بيزك كمبيوتر وبيزك كمبيوتر بتحمل هذه المفاهيم واحنا بنتكلم عنها يعني ما ينقلكش الى الجنرال بوربز مايكرو بروسيسور احنا بنتكلم على سبيشال كيس لمايكرو كمبيوتر اللي هو ايه يا جماعه البيزك كمبيوتر عشان نفهم منه الديزاين بتاع البيزك تعال نفسي نوصل اسلوب معين لفهم المعلومه مش عايزين يا جماعه نطرح معلومه بدون ما فاهمين هو ندي كده في العلم ده باسلوب تاليف اللي هي انتوا في بعض الاحيان بيسموها القرايه اللي بين السطور او معلومه بين السطور فما فيش حاجه اسمها معلومه بين السطور في حاجه اسمها واحد بيجيد القراءه وواحد بيقرا بعينيه بيبص كده على السطور بعينيه ظاهر منه ان هو فاهم هو ابعد ما يكون من فاهم تعال نطرح اول سؤال الاوبكود كان كام بت؟ رد عليا 3 3 دي من كام احتمال ديفرنت كود؟ 8 يبقى اذا بيزك مان كمبيوتر مباشره على طول يقول لي ان هو ما يزيدش عن 8 انستراكشن صح كده ولا هو في الواقع اكثر من 8 انستراكشن طب ازاي؟ المفترض ان احنا لما نطرح هذا السؤال هنلاقي ان احنا عندنا 3 بت 2 ذا باور 3 يعني 8 احتمال ل 8 اكواد اذا انا عندي 8 انستراكشنز صح كده؟ الامر مش كده خالص تعال نبص ازاي المانو كمبيوتر او مانو وهو بيحط الانستراكشن سيت بتاعته جاب الاكواد بتاعتها ازاي تعال نبص هنلاقي ان مانو ده
قسم الانستراكشرز بتاعته الى 3 سيت اوف انستراكشرز. اول انستراكشر اتفقنا له في بدايه المحاضره اللي هي الميموري ريفرنس انستراكشر. كلمه ميموري ريفرنس انستراكشر يا عبد الرحمن معناها ان احد اطراف العمليه هي الايه؟ الميموري. عشان كده قلنا ان هي ميموري ريفرنس. قلنا ان هي يا جماعه ميموري ريفرنس انستراكشر. فهنا في ميموري ريفرنس في الميموري ريفرنس انستراكشر اتعامل معاها ازاي؟ فاكرين يا اولاد لما كنت قلت في المحاضره مال ان سؤال كان سؤال من ضمن الاكسرسيز اللي هي كان برين ستورم اللي كنا بنعملها في المحاضره، بقول لك هل من الممكن ان يكون للوان انستراكشر تو ماشين كود؟ فاكرين الكلام ده؟ فتعالى نشوف الكلام ده عملي في الايه؟ في المانو انستراكشر. في الميموري ريفرنس انستراكشر طبعا مش حافظ بالترتيب، خليني بس كده الافراد. هنلاقي عندنا هنا اللي هي الحاجه اللي هي تخص الميموري ريفرنس انستراكشر، كان عندنا الاند هنكتبهم بس عشان والاد واللود اكيوميليتور، الكلام ده مع بعض دلوقتي، والستور اكيوميليتور والانكونديشنال برانش والبرانش اند سيف ريتيرن ادريس، هنتكلم عن الكلام ده في الدلاتش، والاسكيب او الانكريمنت اند اسكيب ارسي. المهم دلوقتي الاوامر دي بتعمل ايه؟ انا مش هتكلم عن الاوامر، هتكلم عنها في الوقت اللاحق، بس انا هتكلم عنها ازاي هو بدا يهرب من محدوديه اختيارات الثريبات. معايا؟ بدا بيعرف في الميموري ريفرنس انستراكشر. هنلاقي عندنا في الميموري ريفرنس معناها ان انا عندي احتمالين، لو انا بتكلم عن الهكسا كود هنلاقي ان في احتمال ان الاي هتكون بكام؟ زيرو، او الاي يساوي كام يا جماعه؟ يساوي 4. تعالى نفهم الديكود. فاكرين لما كنت قلت لك ان البيت 12 13 هيروح فين؟ 14 12 14 13 كام؟ 12 هيروح فين؟ الديكودر. نبدا بقى نشوف عمليه الديكودر هتتم ازاي. معايا؟ هنلاقي ان احنا عندنا لو بصينا على الاستراكشر ريجستر بتاعنا الجزئين دول من جزئيه الاي بت وده الكود بتاعي، هنلاقي كام بت يا شباب؟ 4 بت. وعندي من البيت 0 للبيت 11 كم بيت يا شباب؟ 12 بيت. اللي هم كنا بنسميهم ايه يا شباب؟ الادرس. انا ما يهمنيش الادرس هو ايه؟ فعشان كده هحط 4 ديجيت اكس. لانه ممكن يكون الادرس الاولاني، الادرس الثاني، الثالث، اللي فيه عندي 1024 ايه؟ اللي فيه 1096 ايه؟ 4096 ايه؟ لوكيشن. ال 4096 لوكيشن محتاجين 12 بت علشان ايه؟ اعمل لهم ادرسين، صح؟ من البت رقم 000 ل 12 بت عباره عن اصفار، لقيت ال 12 بت عباره عن كام؟ واحد. يعني من 000 اتش الى كام يا جماعه؟ اف 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 ها؟ اتش. تمام تمام ايه؟ يبقى اذا وات ايفر كان الادرس شكله ايه؟ انا ما اقدرش احط او احصل كل الادرسنج، مش كده؟ هتلاقي دايما ان الكود بتاعي ايا كان ال 12 بت الاولانيين انا مش باصص عليهم دلوقتي، ليه؟ لانهم خاصين بمين؟ بالادرس، وده احتمال من كام؟ احتمال من 4096 احتمال، صح الكلام؟ اللي هو كل واحد منهم هيشاور على ايه؟ على 1 1 صح الكلام؟ عشان كده انا في الجنرال فورمولا هحطهم ب 3 اكس واعلى ب 3 اكس 3 ديجيت هيكسا. 3 ديجيت هيكسا يتحولوا الى كام بت؟ 12 اللي هم ايه؟ الادرس. اللي هم الايه؟ الادرس. اللي خاصين بمين؟ بالميموري ريفرنس. عشان كده انا بتكلم عن ادرس. يبقى اذا اول حاجه تلفت نظرك في الكود بتاع الميموري ريفرنس انستراكشر، الميموري ريفرنس انستراكشر ان امبيدد جوه الانستراكشر الادرسنج بتاع الاوبراند او بتاع الاندايركت ادرس اللي احنا بنستعمله لو كان في اندايركت. في اي كلام؟ اذا عندي احتمال ان يكون في
دايركت ادريسنج او اي بيساوي كام؟ 0 و A والدايركت ادريسنج لو كانت الاي بيساوي كام؟ 1. يبقى اذا واحنا بنتكلم في المشين كود بتاع الدايركت ادريسنج هتلاقي دايما ان الاي هتبقى بكام يا جماعه؟ 0. في اي شكل اصبح عندي في 3 بت اخرين عندي هي اقدر اكودهم اقدر اكودهم من اول 0 0 0 صح الكلام؟ نجيت احنا قلنا كام بيت دول من؟ 1 2 3 4 5 6 7 يبقى يبدا نجيت 0 0 1 ايه؟ 1 1 صح الكلام؟ واحد بيقول لي 7 لا احنا بدانا الاوردر بكام؟ 0 بننتهي بكام؟ عشان كده هيقول لك ان الكود اللي هيبقى اول 4 بت له 4 0 طبعا ده هيبقى هيخلي لي ايه؟ بالك فاكرين الكلام بتاعنا دي هتكون له دايركت او ان دايركت صح؟ 3 0 هتخش عند كوفر يبقى انا ليد او انا اول هيبقى اكتف دي كام؟ 0 فهمتوا العمليه دي كلها هتتم ازاي؟ يبقى الماشين كود بتاعي هيجنريت ازاي؟ هتلاقي ان الاند دايما هتبقى في حاله الدايركت ادريسنج هيبقى كام؟ 0 4 اصفار او 0 اكس. طيب في المقابل لو كان هو نفس الامر هو نفس الايه؟ الامر بس بدل ما كان هو ايه يا جماعه؟ دايركت هيبقى ايه؟ يبقى اذا الاي بت هتشال تحط كام؟ 1 ويبقى الماشين كود بتاعه كام؟ 8 انت فهمت ازاي الكود هيتم؟ الديكود بقى من على المجموع السوسور هبقى حته حديده هاردوير مش كده؟ هيفهم الكلام ده منين؟ من الماشين كود اهو. يبقى سواء كان ب 0 3 اكس او 8 3 اكس هو الامر ان بس مع اختلاف مين؟ الادرسنج بتاعته دايركت ادرسنج ولا دايركت ادرسنج؟ طب كم منين الكود ده؟ اهو مش ده كود الان مع ايه؟ احتماليه ان هو يكون ايه؟ دايركت او احتماليه ان يكون ايه؟ دايركت. ده ما زال هو الان ولا مش ما زال هو الان؟ ما زال هو الان بس نظرا انه ينتمي الى مجموعه الايه؟ الميموري ريفرنس يبقى في احتماليه ان الادرسنج يكون ايه او ايه؟ دايركت او اندايركت يبقى اذا في احتماليه ان يكون 1 انستراكشر له كام يكون؟ 2 ماشين وصل ولا مش وصل؟ فهمتوها كهاردوير؟ تمام كده؟ عظيم جدا. تعال نبص على الاد هنلاقي ان الاد كل اللي هيختلف ده الاردر 0 يبقى اللي بعديها يبقى بكام؟ 1 يبقى اذا ده اللي هيختلف تبقى كام يا جماعه؟ 1 صح الكلام؟ بس مش بايه مش لمين؟ هيبقى لمين؟ للآن اذا الكود بتاعه هيبقى كام يا جماعه؟ 1 ده الادرس اللي انا بعمله في اكسل ده الايه يا جماعه؟ الادرس طبعا ده ايه؟ خد بالك ده ايه يا جماعه؟ اكس يبقى 1 3 اكس 3 اكس ده اللي هو الادرس ايا كان هو كام؟ ماشي؟ طب هناك هو كام؟ 9 يبقى اذا لو بنتكلم على اللود اكيميليتور ها ايه يبقى هنا كام؟ ايه ها؟ 3 يبقى هنا ايه؟ طب عليها يا حبيبي بي ها؟ 4 سي ها؟ 5 ام بي سي دي ها؟ 6 ادي اول 7 انستراكشر سيت. طيب كده يبقى احنا اتكتفنا ما عادش عندي غير احتمال واحد صح الكلام؟ ده ظنك. هو قال لك لا قال لي لو كانت لو احنا بصينا على الديكودر بتاعنا ده الديكودر خلاص تعالى نبدا نرسم الهاردوير بقى ده الاستراكشر ريجستر بتاعي ده اللي هي البيت نمبر 15 دي اللي هتتاخد وتتراح في الفليب فلوب اي الناس تركز معايا في الهاردوير عشان حضرتك هتصمم وفقا لهذه المعايير
يبقى اذا البيت رقم 15 اللي موجود في الانستراكشر ريجستر هيحصل لها ترانسليت تروح للبيت رقم كام للفري فلوب اللي هنسميها ايه فري فلوب اي. في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ عظيم. قلنا ان البيت من البيت 14 والبيت 13 والبيت كام يا شباب؟ 12. قلنا ان هم اللي هم هيبقى 3 ايبلز لمين يا شباب؟ الديكور. يبقى عندي هذا دي نوت هنسميها بقى وده 1 وده 2 انطلاقا لغايه ما نوصل للبيت رقم كام؟ 6. ده الثلاثة في ثمانية اللي دول. ده اللي هو الكود اللي احنا بنقول عليه الاوبريشن كود. ده الاوبريشن كود اللي انا بتكلم عنه ده اهو. ده طبعا مضمن معاه كمان كمين يا جماعه؟ البي 15. فالاشكال كده يا جماعه. طبعا هنا علشان اصنف الاستراكشر اذا كان ميموري او ميموري ريفرنس ولا ريجستر ريفرنس ولا انبوت اوت ريفرنس فلك بقى جبت ثلاث دلوقتي ثلاث اسماء. احنا قلنا ظننا ان احنا عندنا اقصى عدد من الاوامر هيكون 7. فانا خدت منهم كام دلوقتي؟ 8 قصدي. خدت منهم كام؟ 7. لا هم مش 8 لان انا ممكن اقول لو تلاحظوا ان الاحتمالات من 0 ل 6 هتلاحظوا دايما ان دي نوت دي 1 ودي 2 ودي 3 و4 و5 و6 هم اللي هيبقوا شغالين معاهم، صح الكلام؟ يبقى اذا بدل ما انا اختار من 7 هبدا اعمل تشيك على دي 7 بس، مش احسن؟ يعني بقول اف دي 7 اف ايه يا جماعه؟ دي 7 از ايكوال 0 وامتى دي 7 از ايكوال 0 يا شباب؟ في كل الحالات بتاعت مين؟ بتاعت مين يا شباب؟ الممر ريفرنس، لان لو دخل عليها 3 0 هيبقى دي نوت هي اللي ايه؟ اللي اكتف. 1 0 0 الدي 1 هي اللي اكتف. 0 1 1 الدي ايه 0 قصدي 1 0 الدي 2 هي اللي ايه؟ اللي اكتف، مش كده؟ لغايه لما نوصل الى 0 1 1 1 0 1 1 الدي 6 هي اللي هتبقى ايه؟ اكتف. يعني في كلتا الحالات دي 7 في كل الميموري ريفرنس انستراكشر 6 دايما الدي 7 بكام؟ ب 0. يبقى بدل ما اعمل تشيك على 7 عدد على 8 على 8 دخول اعمل تشيك على ايه؟ على حاجه واحده اللي هي مين؟ الدي 7. لو الدي 7 بيساوي 0 انا بتكلم على الديكود اهو يا جماعه. بس من وجهه نظر الهاردوير عشان ما تيجي تفكر كديزاينر ازاي تعمل الكلام ده هاردوير. يبقى بدل ما انا اعمل تشيك على 8 بين من دي 0 لدي 7 يكفيني ان انا اعمل على ايه؟ على بين واحده اللي هي بين كام؟ 7. لو البين 7 طبعا واضح كده ان هي لازم هتبقى بكام؟ ب 0 مع الايه؟ الممرف. لامتى هتبقى ب 1؟ لو 1 1 1 صح الكلام؟ صح الكلام ولا غلطان؟ بس انا عمري ما اوصل لها صح؟ عمري ما ايه؟ ما اوصل لها هنا. حتى مع الايه؟ 8 وال 9 والايه؟ لان ال 8 وال 9 الايه هو تكرار لل 3 بت دومن بس بعد اضافه في الرقم ده كده كام؟ 1. يعني الرقم 8 من عباره عن واحد في الاي بت اللي انا ماليش دعوه بيه، هي الاي بت داخل على الديكودر ومع كلام مع ثلاث اصفار. ال 9 ده عباره عن الاي بت واحد معاه ها؟ الاي مش كده احنا عملنا الاي اللي هي عباره عن 0 1 0 مع الواحد هنا، صح الكلام؟ لغايه ما وصلنا للاف اللي قصدي للاي اللي هي كده. يعني ما زال عندي برضه الثلاثه دول سواء كان دايركت او ان دايركت فزادوا 3 0 لقيت 1 1 0. يبقى اذا الشوت بي في الممري ريفرنس دي 7 بتساوي كام؟ 0. اللي هي ممكن بقى لو انت عايز تحولها لكونتروفيشن تقول دي 7 كومبلمنت، صح الكلام ولا غلط؟ كمل الاكسبريشن. فاهمين قصدي ولا يا شباب؟ فاهمين؟ اه. يبقى المايكرو كمبيوتر عشان يعمل ديكود هيروح يتشيك ايه؟ ال 7 ال 8 بن ولا 1 بن؟ اللي هي؟
دي سبعة دي ايه سبعة افلو انت بقى ايه ممر الريسورس بعد كده يبدا يبص على مين بقى على الاوس بتاع الكودر بتاعته انه لج اللي هتبقى ايه ايه ده لو الزيرو هتبقى الاد لو الوان هتبقى الاد لو الثالثه هتبقى اللود اكيوميليتور فمين اصلا يا جماعه لو اللي بعدها الستور اكيوميليتور البرانش او الكونديشنال برانش البرانش مع السيبريت الادرس طبعا الكلام ده هنشرحه بالتفصيل تهب ريل وكان زي بس مش دلوقتي انا مش مستعرض الاوامر المتنفذه دلوقتي انا مستعرض هو بيفكر ازاي ككود في اي اشكاليه انت محتاج يا شباب تطلع عليها بيبي يبقى في ليه الامر له كذا ماشين كود عشان هو ميموري ريفرنس يبقى احتمال ان يكون في عندي ايه يا جماعه ادرس دايركت او اندايركت فيبقى الفورمات بتاعها هو الفورمات بتاع الميموري ريفرنس يبقى لو بنرسم هاردوير يبقى ايه ده هنا اهو الميموري ريفرنس انستراكشن هيبقى عندي دايره اللي احنا هنعمل لها بقى اللي هي الكنترول يونتس اللي انا كنت بتكلم عنها ان احنا عايزين نعمل لها ديزاين اللي احنا عايزين نعمل لها ايه ديزاين هتستقبل الداخل الخارج بتاع الديكودر ده صح الكلام وفي نفس الوقت هتستقبل ايه يا شباب الخارج بتاع مين الفليب فلوب ليه عشان اعرف اذا كان دايركت ولا كان دايركت على الكلام عشان اعرف دايركت ولا ايه دايركت ومن الديكودر ده عشان اعرف اذا كان ميموري ريفرنس ولا احنا لسه ما اتكلمناش على ريجستر ولا ريجستر ريفرنس ولا انبوت اوتبوت ريفرنس صح الكلام اعتمادا على مين على قيمه مين يا شباب قلنا الدي 7 صح الكلام يبقى اذا هنا في ديزاين ما اللي احنا هنسميه اللي هو الكنترول او نسميه كنترول لوجيك جيتس ده اللي هطلع السيجنالز اللي احنا كنا بنتكلم عنها كده ممكن نقول في كنترول سيجنالز وحاجات زي كده يبقى الديزاين ده هنبدا نشوف هنركز هنعمله ازاي اللي هي الكنترول اللي انا طلبتها اللي انا بطلبك ان حضرتك تصممها وتضيفها على الريفرنس بتاع الترم الاولاني شيء يبقى مايكل كوبر معايا طبعا هنا كمان لو كنت بتكلم عن الميموري ريفرنس يبقى في هنا عندي ادرس لو اتكلم في الميموري ريفرنس ان كل ده على الرؤيه ايه؟ الرؤيه في الميموري ريفرنس الكلام ده كله برضه هيروح على هنا اللي هي من البيت 0 للبيت 11 حاول كنترول اجيكس واحد يقول لي دكتور بس فين بقى التايمنج؟ التايمنج هيجي من ديكودر تاني الديكودر ده المرة دي 4 في 16 ديكودر هياخد الانبوتس بتاعته من كوانتر بنسميه سيكونس عشان احنا قلنا سيكونس اوبريشن كده لما قلنا سيكونس اوف مايكرو اوبريشن هنسميه سيكونس كوانتر طبعا هو خارج 4 يبقى 4 بت سيكونس كوانتر طبعا لوك هنا لو ريفرنس لوك طبعا لو كلير ترمينال علشان لما نيجي نعمل كلير فاكرين لما كنت باجي في اخر مايكرو اوبريشن كنت بقول لك عايزين نصفر السكرين السيكونس كاونتر بتاعنا اللي هو الاس سي فاكرين لما كنت كاتب زيرو نروح للاس سي الاس اللي هو السيكونس والسي اللي هو ايه؟ كاونتر يبقى لازم يكون في كلير تيرمينال ويكون في كمان انكريمنت تيرمينال عشان الكاونتر بتاعي يعمل عدل لان هنا الترانزيشن للكاونتر مش بالكلوك ترانزيشن للكاونتر عند لو فاكرين الديزاين بتاع الترم الاولاني من المعامل الماضي الترم الثاني من المعامل الماضي كنا بنصمم كاونتر بس كان بينقل من العده 0 للعده 1 او من العده 1 للعده 2 من خلال الايه؟ الريفرنس كلوك هنا الريفرنس كلوك مش لوحدها كافي الريفرنس كلوك اما ان انا اعمل انيبل لحاجه من الايه؟ من الدخول بتاع الكاونتر بتاعي يعني اعمل كلوك مع الكلير يعمل له يعني اعمل له ريسيت الكلوك مع الانكريمنت يعمل له اللي هي الترانزيشن من 0 يبقى 1 ومن 1 يبقى 2 ومن 2 يبقى 3 وهكذا خلاص
يبقى عندي 15 ال 4 بيت دول من يطلعوا لي 16 تايمينج كلوك سيجنال من التي 0 لغايه التي 15. يبقى انا عندي 15 فتره زمنيه ممكن اعمل فيها المايكرو اوبريشنز. طبعا بتختلف، في مايكرو اوبريشن بتتعمل في 4، بتتعمل في 5، بتتعمل في 7، في 8. انا عندي كام سيجنالز كلوك سيجنالز؟ عندي 16 كلوك سيجنالز. عندي كام يا جماعه؟ 16 كلوك سيجنالز. طبعا الكلام ده مجرد فلو، ده مجرد بلوك دايجرام، هنتكلم عنه بالتفصيل الديزاين بتتم ازاي. دي الثلاث حاجات اللي انا كنت بكلمك عنها في عمليه الديكود، مش كده؟ كنت بقول البيت رقم 15 هتروح فين؟ حته في الفليب فلوب. ايه يا جماعه؟ يرد عليا يا جماعه، انا بترجم الكلام ده دايجرام، الكلام اللي احنا قلناه فيما مضى. هتروح الفليب فلوب رقم ايه يا جماعه؟ والبيت 14 و13 و12 اللي هم خاصين بمين؟ الاوبريشن كود بتاع الاستراكشر هيروح لمين؟ الديكودر. هيطلع لي كام سيجنال؟ 7 سيجنال، واحده منهم بس اللي هتبقى ايه؟ هارد. فيما يخص الميموري ريفرنس الدي 7 ده هتبقى بكام يا جماعه؟ بزيرو. لو لقاها بزيرو معناها ان انا فين الحته اللي بتبقى لمين؟ للميموري ريستراكشر. وعلى حساب بقى الباقيين انا واحده اللي قايله هيختار مين يا جماعه؟ الامر او الاستراكشر اللي بينتمي لهذا الكود. فاي اشكاليه يا شباب؟ طيب فين التايمنج يا دكتور؟ التايمنج هيجي منين يا جماعه؟ من كاونتر مع ايه؟ ديكودر. الكاونتر 4 بت. كاونتر كام بت؟ 4 بت. دخول لمين؟ 4 بكام؟ يديني كام تايمنج ستيج بتاعتي؟ 16. من تي نوت لتي كام؟ تي 15. فاي اشكاليه كده يا جماعه؟ طبعا الديزاين ده له تفاصيل، بس ده التصور اللي عامل الكنترول شكلها ازاي؟ اللي هي مسؤول عن التايمنج وعن الايه؟ السيكونسنج بتاع تنفيذ الاوامر والكود بتاعها. فلما بنقول الكاونتر او الكنترولر اللي بتعمل كود للانستراكشر والتايمنج للسنكرونيزيشن. طيب في تفاصيل اكتر. تعالى نتنقل للريجستر ريفرنس. ايه هي الريجستر ريفرنس؟ الاوامر اللي بيكون طرفها مش ممل. طرفها يكون ايه يا جماعه؟ اكتب لي انتم معرفه الريجستر او مش هنا. يبقى تلاحظ هنا ان دايما ما هنا برضه الاكيوميتور طرف. هنا ايه يا جماعه؟ الاكيوميتور طرف، لكن طرف والطرف الثاني ايه يا جماعه؟ ممل. الطرف الثاني ايه؟ الثاني ممل. اما في الريجستر ريفرنس هنقولهم دلوقتي مع بعض. زي الكلير اكيوميتور. كلير اكيوميتور ما لهاش علاقه بالممل. طبعا ما حدش يهتم قوي ان يقول الاول دي بتعمل ايه؟ لان هنشرحها بالتفصيل. وهنعمل الديزاين بتاعها بالتفصيل معايا. لكن بس انا بقول لك مبدئيا كلير اكيوميتور معناها ان انا بعمل كلير لمحتوى الاكيوميتور. هل وانا بعمل كلير لمحتوى الاكيوميتور يلزمني حاجه من الميموري؟ انا عايز اقول للشباب دايما كل واحد فيكم بيظن ان هو اللي جنبه هو اللي هيرد عليا فبيصمت، واللي جنبه ظن ان هو اللي هيرد عليا فبيصمت، في النهايه ما حدش بيرد عليا. ها الكلير اكيوميتور محتاج حاجه للميموري؟ لا. طيب عندك الكلير اي، ايه الكلير يا دكتور؟ الاي فاكرين ايام زمان لما كنا بنقول اي عمليه باينري اديشنز اللي ينتج عنها كاري؟ مش كده؟ يعني كنا بنقول 1 اور 1 ايكوال 0 وكاري 1. طب الكاري ده بيروح فين؟ كنا بنقول يتخزن حاجه اسمها الايه؟ الكاري ايه؟ فلاج. هنا مفيش في الكمبيوتر الجهاز الكمبيوتر حاجه اسمها كاري فلاج، هو كان بيسميها اي فلاج. سميها يا جماعه اي فلاج. يبقى هنا الاي دي هي اللي كانت مظهرها في الكلام اللي كنا بنقوله في الترم الاول اللي هو الكاري فلاج، اللي هي بتستقبل الكاري او البور. بتستقبل الكاري او البور على حسب اذا كنت بعمل اديشن او سبتراكشن. خلاص؟ فهنا لما اجي اقول له كلير اكيوميتور مش محتاج الميموري في حاجه، صح الكلام؟ كلير اي فلاج مش محتاج الميموري في حاجه، صح الكلام؟ كومبلمنت اكيوميتور. كومبلمنت اكيوميتور معناها ان انا بجيب الكومبلمنت الوانز كومبلمنت المحتوى الاكيوميتور، يعني بقلب الصفر واحد وواحد ايه؟ صفر، محتاج الميموري في حاجه؟ كومبلمنت اي فلاج. يعني لو الاي فيها زيرو هخليها واحد، لو واحد فيها هخليها ايه؟ دي محتاج الميموري في حاجه. يبقى دي كلها ريجستر ريفرنس، يعني اعني بيها ان هذا الامر
بيتم على الريجستر وليس الميموري طرف وليس الميموري داخل في هذا الشكل. يعني اشتريت يا جماعه زي كومبلمنت اكوموليتور قصدي كلير اكوموليتور كلير افلاج كومبلمنت اكوموليتور كومبلمنت افلاج زي سيركوليت ليفت. ايه سيركوليت ليفت دي يا دكتور؟ انا بدي تنوين لكن الكلام ده تفصيليا ده المره اللي جايه تفصيل كل حاجه هتتم ازاي. سيركوليت اكوموليتور ليفت سيركوليت قصدي ليفت معناها ان انا عندي قلنا اكوموليتور وافلاج صح كمان؟ سيركوليت ليفت يعني معناها ان انا عايز اعمل الدايره من ناحيه الايه؟ دوران زي الروتيت فاكرين الروتيت؟ الروتيت ليفت هي هي كانت هنا في جزء الكمبيوتر اسمها سيركوليت ليفت. معناها ايه؟ معناها ان البيت بوزيشن رقم 15 في الاكوموليتور البيت بوزيشن رقم 15 في الاكوموليتور هتعمل هتروح للاي معايا ومحتوى الاي هيروح في البيت بوزيشن رقم كام؟ زيرو. يبقى انا كده بعمل سيركوليت ليفت ايه يا جماعه؟ ليفت ده معنى كلمه سيركوليت ليفت معناها البيت بوزيشن 15 هيحصل لها بوش في اتجاه الفليب فلوب اي 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 الفليب اي ومحتوى الفليب فلوب اي هيتعمل له بوش يروح في البيت بوزيشن رقم اي نوت وطبعا اي نوت هتروح فين؟ في اي 1 واي 1 هتروح فين؟ اي 2 اللي هو كان روتيت بس في جهه الايه؟ اليسار سيركوليت ليفت. وفي عندي سيركوليت رايت السيركوليت رايت هو نفس السيركوليت ليفت باستثناء ان عمليه البوش مش هتتم ايه؟ ناحيه الشمال بره النهارده هتبقى ايه؟ يعني ايه؟ يعني الاي هي اللي هتروح لمين؟ ل 15 وال 15 تروح لمين؟ والاي نوت تروح لمين؟ للاي. مفهوم انا هبتدي يا شباب؟ مفهوم يا محمود؟ محمود؟ محمود ولا محمد؟ مفهوم يا محمد؟ في اي مشكله كده يا شباب؟ في اي مشكله؟ عظيم جدا. دي طبعا لو تلاحظوا سواء كان الكلير اكوموليتر او الكومبلمنت او كلير الاي فلاج او الكومبلمنت الاكوموليتر او الكومبلمنت الاي فلاج او السيركوليت رايت او السيركوليت ايه ليفت ملهاش اي علاقه بالموجب ملهاش اي علاقه بالايه يا جماعه؟ بالموجب. في عندنا برضه زي زي انكريمنت الاكوموليتر ملهاش علاقه بالموضوع. يعني بمنتهى البساطه لو عندي الاكوموليتور بالشكل ده اروح على على الانبوت بتاع الانكريمنت وانشطه او هروح على الانبوت بتاع الكلير وانشطه. طب ايه قصدي يا جماعه؟ ملهاش علاقه بالموضوع. ففي عندي انكريمنت اكوموليتور في عندي اسكيب نيكست انستراكشن اف بوستر. يعني ايه اس بي اي دي؟ طبعا بنتكلم عن التفصيل اللي حضرتك اس سكيب سكيب لمين؟ للنكست انستراكشن اف اكوموليتور بوستنج. يعني ايه اللي هيعمله؟ مايكرو بروسيسور يروح يتشيك محتوى الاكوموليتور هيبص على النص الفكره الديركت بتاعته لو لها صفر معناها ان الرقم موجب يقوم عامل انكريمنت للبروجرام كوانتم يزوده واحد معنى انه يزوده واحد بدون تنفيذ اي حاجه معناه ان هو ايه؟ فوت امر معناته فوت ايه؟ امر. ده معنى كده سكيب نيكست انستراكشر اف اكوموليتور بوست. طب انا قلت يا شباب خد على حبايبي في بعد كده حاجات كتير نتكلم عنها لاحقا. طيب الاوامر دي محتاجه كل واحده منهم ماشين كود واحنا ما عادش معايا غير من ظنك انت غير ماشين كود واحد اللي هو الغياب اللي هو 1 1 1 صح كلام؟ لا يا حبيبي مفيش كلام مش صح الكلام. امال ايه يا دكتور الصح؟ هنا لو بصينا هنلاقي ان هنا ان دايما الدي 7 قلنا بكام يا جماعه؟ بزيرو. هنا هيجي يقول لك بقى الدي 7 صحيح هيبقى الكود بتاعك كام يا شباب قلنا؟ عندي مازال في اي بيت وعندي مازال هنا الكود وعندي مازال هنا من البيت 0 للبيت 11 ومن 12 لكام؟ ل 14 والبيت كام جديد يا شباب؟ 15 مازال الاي
الفورمات بتاع الاستراكشر على نفس الوضع. بس هنا الاستثناء ان في الريجستر ريفرنس هيبقى هنا 1 1 1. ده اللي ناقص. اتفضل يا حبايبي عظيم. بس هقول لك حاجه يا حبيب قلبي، ما تنساش ان دي لسه ما اتكلمناش عنها. السؤال اللي انا هساله حضرتك هو البيكا مصيغه بيستعمل في ايه؟ دايركت او بس مع شرط ان يكون الدي سي ليه بكام. يعني انا في المساله اللي فاتت بتاعت المايكرو اوبريشنز اللي فاتت دي بالله عليك مش كنت كده بقول لك اف اي يساوي 1، اكتب جنبها كده قومه كده اند دي 7 از ايكوال 0. يعني مش هيعمل الكلام ده الا لما كانت هي ميموري ريفرنس، لما تكون هي ايه؟ ميموري ريفرنس. مش كده؟ بص عندك انا كاتبها ايه؟ اف اي از ايكوال 1 صح؟ زود عليها كده كومه مع دي 7 بيساوي كام؟ 0. لان دي 7 بيساوي 0 معناها ايه يا شباب؟ ميموري ايه؟ ريفرنس. ساعتها انا ببص للاي على انها دايركت او اندايركت. طيب افرض دي 7 از ايكوال 1 كده انا عرفت على طول ان دي ما لهاش علاقه بمين يا جماعه؟ بالميموري، فهي انيوزد بالنسبه له. فهتطلع كده يا جماعه بزيرو، وعليه الكود الماشين كود بتاعه هيبدا بكام يا جماعه دايما؟ بكام؟ بالسبعه. هيبدا بكام؟ بالسبعه. الله يا دكتور. طب والادرس؟ ما عادش اسمه ادرس. ما عادش اسمه ايه؟ ادرس. ليه؟ لان ما عادش في حاجه اسمها ايه؟ ميموري. امال هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه اوبريشن. عمليه. يبقى انا عندي 12 كود بعد دومن 12. عارفين دول بيعملوا لي كام امر يا جماعه؟ بيعملوا لي من 0 ل 12 يعملوا لي 4096 احتماليه الامر. هو ما عملش 4000 امر. هو عمل تقريبا هنا انا مش فاكر العدد اللي هو بتاعتوني هنا كام؟ واخد بالك؟ هو ما عملش 4096 بس كان في امكانيه ان يعمل 4096 اي امر. هنلاقي بقى ابتداء من الان. خد بالك بقى الكود بقى ماشي ازاي؟ انت لما ابتديت ان انا اعرفك هو بيفكر ازاي؟ ان انا لو عرفت هو بيفكر ازاي ربما ان انا اصل لمستواه واتفوق عليه بعد كده. لكن لو انا ذاكرت عشان احل مسائل فالكلام ده كله مش هفهمه، او مش هعرف، مش هدي لنفسي فرصه ان انا افهمه. مش كده برضه؟ اه جدول محطوط في الدومنا كده، بس جه منين؟ فكر الراجل ده ازاي؟ مش دي المشكله معايا. صح؟ فاكر احنا بنتكلم على الدمبل صح؟ لا المفروض ان انت مهندس. فاهم الراجل ده بيحط الجدول ده ليه؟ عمله ازاي؟ معايا يا عبد الرحمن؟ يبقى اذا الاستراكشر بتاعي لو كان الدي 7 بقى ب 1 اتفقنا مع بعض، وده لا يمكن ان يكون ب 1 الا لو كان ال 12 وال 13 ال 12 وال 13 وال 14 لازم يكون كام؟ واحد. ونظرا ان انا مش ميموري ريفرنس يعني انا ما عنديش دلاله للدايركت والاندايركت، فهو قال لي خلاص الريفرنس 0 ده البيت 15 ده هتلاقي ايه؟ اولويز 0 دايما ب 0 في اي اشكاليه؟ يبقى اذا اول ديجيت في الماشين كود بتاعي يكون كام؟ 7. هيكون كام يا جماعه؟ 7 في اي اشكاليه؟ طيب وقلنا طيب طالما ان ده مش ميموري ادرس، يبقى لو كنا بنقول هنا ان ده ادرس فكنا بنقول ان هي ادرس لانها ميموري ريفرنس. دلوقتي ما اقدرش اسميها ادرس فعشان كده مسحت كلمه ادرس. اصبحت اوبريشن. اصبحت ايه؟ عمليه. ما عندي احتماليه لان انت تعمل لي اكثر من 4096 احتماليه، بس هو ما عملش كده. ليه؟ لانه فكر باصول مختلفه. فكر ازاي؟ قال لك اول عمليه هي ان انا هنشط البت رقم 11 والباقي كله صفر. ده هنا 0 0 0 اول اربع بت 0 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
اصبح الاول امر عشان يعمل له ماشين كود بقى 7 مع كام دوم؟ 8 مع كام دوم؟ هذا اول ماشين. شوف بقى اسلوبه اختلف في التفكير. مايند منتاليتي مش كشكول.
بعد قال لك خلاص انا حصل ثمن احمد ثمن اوامر عيب ما يصحش خد بالك هو ده بيفكر باسلوب بره السن خلاص انا متاكد ان دي 7 دي هتبقى دايما والله وان مع الريفوم مع مش مع الريجستر بس مع ده واللي جنبيه بس هقول لك ده اختلف عن ده ازاي معايا هنا متاكد ان الاوامر دي لا يمكن ان يكون دي 7 معاها بكام اللي تكون بكام بزيرو ببدا يحط المشين كله في كل هذا المكان بدات تفهموا الدنيا ماشيه ازاي طيب بعد كده الامر الثاني كلير اكيوميليت كلير قصدي كلير اي فلاج معايا قال لك خلاص البت دي مش هتبقى هي الاكتف تبقى كام طب واللي جنبها هي اللي هتبقى بقى المشين كله تحت الثالث صح كده معايا يا بقى هنا التمريه بقى بكام يبقى هنا هيبقى كام ها اللي بعدها ها اتنين ليه هيعمل كلير للي جنبها واللي جنبها واعمل اكتف للايه اللي بعدها يعني دي هتبقى كام ها لا 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 لسه ها والتانية دي تبقى بكام يبقى هنا بكام يبقى هنا 7 2 0 0 ها قالوني 7 ها 1 0 0 ها بعد كده هيبقى ده كله ايه فا صح الكلام ومين اللي هيبدا يكتب هنا دي صح الكلام هيبقى عندي هنا كام ده زيرو وهنا هيبقى ده كام وهنا هيبقى كام زيرو 7 0 8 0 ها 7 0 ها 7 0 ها بعد كده هيبقى ده كام ويبقى ده كام 7 0 0 هيبقى عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 كده 8 12 امر ممكن اعمل لهم ودول اعتقد ان هم 12 2 4 6 8 10 12 يبقى هنا في عندي 7 اوامر انستراكشر هم الريفرنس وهنا عندي 12 امر ريجستر هذا الاسلوب اللي هو لو كنا بدانا مع بعض نفكر من الاول كنا ضاع محاضره كامله علشان نفكر زي ما هو فكر خد بالك وده لا باس انا محتاج وقت عشان افكر بس انا لازم اتعلم ازاي افكر من هو هنا عوضا عن ان انا كنت متوقع ان يكون ماكسيمم 8 انستراكشر وصل عندي لغايه دلوقتي كام؟ 12 بس 7 وكام؟ 12 وصلنا لكام دلوقتي؟ 19 بس كده قالت لها انا هبدا اتكلم عن اوامر المره دي خلاص اتكلمنا عن الريجستر كطرف واتكلمنا عن الميموري كطرف بس ما اتكلمناش على الانبوت اوت ديفايسز ما اتكلمناش على الايه؟ على الانبوت اوت ديفايسز عشان كده بدا يطلع لنا انبوت اوت ريفرنس انبوت اوت ريفرنس معناها ان دي اوامر متعلقه بادخال واخراج الكاركترز من والى المايكرو كنترولر يعني لو انا عندي دخل من الكيبورد الكاركتر بتاعها ادخله على الانبوت ريجسترز بتاعي فانا محتاج امر يدخله او يسمع من الكلام لو انا عايز اطبع كاركتر من المايكرو كمبيوتر على البرنتر لابد من امر يخرجه على الاوت ريجستر صح الكلام وهكذا يبقى اذا طلع لنا 4 أو 6 اوامر امر اسمه انبوت طبعا الامر اسمه انبوت معناه ان يعني يدخل الكاركتر من الكيبورد للانبوت ريجستر في المقابل في عندي امر اسمه اوتبوت معناها ان الكاركتر اللي موجود في المايكرو كمبيوتر يطلع على الاوت ريجستر اللي هو بعد كده يطلعه على مين؟ على البرنس المهم هنكمل شويه الاوامر نكتبهم بعد كده نبقى نوضحهم ايه الهدف من اللي انا اكتبهم ان انا اعرفك هو عمل جنريت للماشين كود بتاعها ازاي مع مراعاه ان جميع هذه الاوامر سوف تعاد شرحها كاوامر وكديزاين وعلى حضرتك ان انت تنتقي اي 5 6 7 اوامر من دون ما تتعامل بيهم الامبلمنتيشن بتاعها مش هطلب منك ال 25 اوامر لانه من الصعب ان انا اضيع وقت فيه لكن على الاقل 5 6 اوامر من دون ما تبدا تعمل بيهم المايكرو كنترولر ده مش وقت كده خلاص
عندي هنا كم امر؟ انا عندي 6 اوامر، 2 4 كام؟ 6 اضافه على 19 يعملوا لي كم امر؟ 25. طب نفكر في السبعه قوات الزائد. هو هنا بدايه اعتبر ان الدي 7 بكام؟ الدي 7 بواحد. الدي 7 بكام؟ بواحد. لكن هنا كما اعتبر في الريجستر ريفرنس البي بكام؟ بي 15 بكام؟ 0. قال لك لا. يبقى هنا الدي 7 مع بي 15 بزيرو. هنا قال لك الدي 7 بيساوي 1 مع بي 15 بكام يا حبايبي؟ 1. يبقى الان والاوتبوت ريفرنس دايما هيبدا باف. لما هيبدا بايه يا جماعه؟ باف. يبقى اف كماشين كود ويبدا يبص على الاوبريشن ان هي اوبريشن برضه. نفس الكلام يا محمد برضه. يعني كان عنده احتمالين يعمل لي 12 امر كمان. 17 12 امر كمان لو اراد. لكن اكتفى بكام؟ بسته. يبقى هو اول واحد هيبقى مين يا جماعه هنا بكام؟ ها؟ واحد. مش كده؟ يبقى اذا اف كام؟ 8 0 0 ها؟ اف كام؟ 4 0. فاهم الشباب؟ فاهم الجدول ده اتعمل ازاي؟ فاهم ازاي قدر يفكر خارج الصندوق وبدل ما يبقى مايكرو كمبيوتر بتاعه محصور في 7 8 انستراكشر وصلهم لكام؟ ل 25 انستراكشر وكان عنده ابجريد اللي ممكن يزود عن كده لو كان بقى محصور في الاخر. صح الكلام؟ ودوما ال 25 انستراكشر هتلاقي فيهم جدول موجود في الريفرنس بتاعهم موجود ال 25 انستراكشر. 25 انستراكشر هيتشرح وهيتفهموا بمشيئة الله بس از ديزاين مش عشان ان انا عندي يوم اسمبلي. اسمبلي دول سكه ثانيه. مش عارف من الديزاين بتاع الكمبيوتر ده بتعمل ازاي. وعليه تعالى نشوف بقى الديكود هيحصل ازاي كفلوت شارت. كفلوت شارت احنا هنبتدي يا جماعه. انت عايز اي استفسار فيه يا جماعه؟ باشمهندس اتفضل تحكي كده غلطت المره الترم اللي فات. انتوا الراجل فكر ازاي؟ رد عليا يا حبايبي. فهمتوا الدخله ولا لسه؟ رد عليا يا حبايبي. في اي استفسار فيها؟ عظيم. تعالى نشوف بقى الديكود كفلوت شارت عشان يبقى انا فهمت يعني ايه كلمه ديكود. طبعا انا كنت بدعي فيما سبق ان انا فاهم يعني ايه كلمه ديكود. بس تعالى نفهمها هاردوير بكل سهوله. وبعد كده المحاضره ونلتقي في الاسبوع اللي جاي نتكلم بتفاصيل اكتر على التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها. لو بسيط تعالى نشوف الثري فيز هتتم ازاي. تعالى نبص للثري فيز هتتم ازاي. احنا قلنا ان احنا عندنا كام فيز لاي ستراكشر؟ ثري فيز هما فيتش ديكود انزل. اول حاجه الستارت. في الستارت لازم يكون السيكونس كوانتر بكام يا شباب؟ زيرو. لازم اطمئن نتفاهم مع بعض ان الفيتش ما بتتمش في اي فيز. الفيتش بتتم اول فيز واول فيز محتاج ان الكلوك بتاعها يكون ايه؟ تي زيرو. صح كلام ولا غلط يا شباب؟ يبقى اول حاجه لازم اتاكد انا كده هاردوير اهو يا شباب خد بالك ان يبقى في البلس الاولانيه اللي هتطلع من الكاونتر بتاعي في التي زيرو يحصل كلير لمين يا شباب؟ للسيكونس كاونتر. فاهمين قصدي يا شباب؟ كلام هاردوير اهو. ثاني حاجه بقى التي زيرو هيبدا بقى يبقى انا كده اتاكدت لما عملت كلير ان انا واقف في الفيز الاولانيه اللي هي التي كام يا جماعه؟ زيرو. صح الكلام؟ كده خلاص انا دايق. قلنا في الكتش اول حاجه بعمل ايه؟ ان البروجرام كوانتر بيحط الكونتنت بتاعته في الحته يا جماعه؟ الادرس ريجستر. صح الكلام؟ في التي 1 احنا بنقول عملنا كام عمليه؟ عمليتين اهم ان محتوى الميموري ادرس باي ادرس ريجستر
هتحط هنا حته يا جماعه الاستراكشر ريجستر وكمان بروجرام كوانتر هيحصل له كده فين هاردوير يعني ايه الكلام ده هاردوير معناها ان انا عندي الميموري لوكيشن لو عملت الكلام ده في المايكرو سيستم فاكرين ان انا ابدا اعمل انيبل الميموري لوكيشن انا اعمل له ادرس الميموري بتاعتي فاكرين الكلام على البفر يوم الكونتنتس بتاعتها تبقى ايه بارلل انبوتس فاكرين البارلل انبوتس ريجستر بارلل انبوتس على مين على الاستراكشر ريجسترز بتاعتها كده انا عملت هاردوير اهو قلت الاستراكشر والميموري حطيته فين الاستراكشر ريجستر وعملت انكريمنت للبروجرام كوانتر بدل ما بعد ان انا نعمل انكريمنت للريجستر بتاعنا ترمينيت انا كده في تي 1 نيجي بقى في تي 2 في تي 2 كان بدايه الديكود طب تفتكروا الكلام تي 2 تو دي كان بدايه يا جماعه الديكود فقلنا في الديكود انا مش هعمل تشيك على كل الليله دي انا هعمل تشيك على مين؟ رد عليا بس عشان نترجم الكلام على كام؟ دي 7 يبقى هنا هعمل تشيك على 7 مي بي دي 7 از ايكوال 0 ومي بي از ايكوال 1 لو دي 7 بتساوي 0 اصبحت ايه يا جماعه؟ احسن تقول ميموري ريفرنس يا ريت تقول لنا الفاضل ها دي 7 از ايكوال 0 معناها ان هي اصبحت ميموري ريفرنس الو على طول عرفت ان دي ميموري ريفرنس فهمت الكود بيحصل ازاي؟ او دي كود ميموري ريفرنس انستراكشن ميموري ريفرنس لازم يحصل تشيك تاني على مين؟ طيب يبقى على مين؟ على الار هي مي بي از ايكوال 0 مي بي از ايكوال ايه يا جماعه؟ 1 انا هنا عندي التايم كام يا شباب؟ في التايم نمبر 3 هبدا اتشيك اذا كانت الاي بي 0 ولا 1 0 معناها ايه يا جماعه؟ دايركت انا مش هعمل حاجه في التايم 3 هنا nothing to do nothing تدور اعمل حاجه انا مجرد ويت ليه؟ لان انا تاكدت ان الاوبراند بتاعتي موجوده في الادرس ريجستر اللي انا اتنقلت في الداتا بتاعتي اللي احنا عملناها هنا الميموري لوكيشن ادرس باي تروح الانستراكشر بيطلب ان ايه متاكد بقى بعد ما عملنا ايه شيفت الداتا دي للادرس ده لو الجزء الثاني بتاع الانستراكشر ريجستر هو بتاع الاوبراند فاكرين الكلام طبعا معايا؟ اف تي عند تي 3 كانت الاي بتساوي 1 معناها ايه يا جماعه؟ الدايركت معناها ان الادرس اللي انا حطيته في الانستراكشر بتاعي اللي هو كان كده عندنا الانستراكشر فيه 15 اللي هو كان فيه 0 او كام؟ او 1 والاوبراند بتاعت اللي هي من 0 ل 6 فاكرين؟ ها؟ وكنا قلنا ان هنا كانت ايه يا جماعه؟ الادرس والناشونال هول اوبريشن لان احنا هنا فين؟ يبقى انا متاكد هنا اهو ان الادرس ده اهو بتاع مين؟ الاوبرا بتاع مين؟ الاوبرا لانه ضيق هنا ده ايه يا جماعه؟ يبقى الادرس ده هو ادرس ولا اوبرا؟ هو ادرس ادرس بيشاور على ادرس وليس بيشاور على ايه؟ يبقى لازم الادرس اللي في الميموري يتحط فين؟ في الادرس ريجستر يبقى هنا الميموري لوكيشن ادرس باي ادرس ريجستر يتحط فين حته في الادرس الكلام اللي احنا كنا قلناه في اول محاضره استنى بترجمه كله او بلمه كله في الفلوت شارت كده اصبحت الاوبرا ده انا عارف مكانها صح؟ هنا كده انا عرفت ان الامر بتاعي هو الريفرنس وكده انا عرفت طبعا من الدي نوت والدي باقي بقى عرفت الانستراكشر بتاعها هو ايه صح؟ وكده عرفت الاوبرا بتاعي فين؟ وبعد كده اعمل ايه؟ عند ابتداء من التي 4 مش انتهاء من التي 4 ابتداء من كام يا جماعه؟ تي 4 يعني ابتداء من تي 4 من البلوك رقم 4 ابدا بقى اعمل بقى الشيفت الاوفر اند في الداتا ريجستر وابدا اضرب واجمع واطرح واعمل الكلام ده كله يعني ممكن تبقى تي 4 تي 5 تي كام على حسب العمليات اللي احنا هنشرحها فيما هو القادم ابتداء من تي 4 هيحصل الاكسكيوت اكسكيوت ميموري ريفرنس
ادي انت اللي زي بتقول عليه ادي الفيتش وادي ايه الديكود وادي ايه ليفل تاني في الفهم صح الكلام وبعد كده المفترض ان بعد كده اعمل ايه يا جماعه تاني اعمل سيت ريسيت للكليل الايه للسيكونس بلاندر عشان ابدا عمليه جديده ابدا عمليه ايه طيب اف دي 7 از ايكوال 1 يبقى عندي اختيارين هما يا ريفرنس ريجستر ريفرنس يا ام اوت اعتمادا على ايه؟ على الايكون فلو الاي بيساوي 0 والاي بيساوي كام؟ 1 فلو الاي بيساوي 0 ده طبعا عندي فيه 2 يعني لو الاي بيساوي 0 معناها ريجستر ريفرنس صح الكلام؟ يبقى عندي ثلاثة أنا هعمل اكسكيوت على طول. ليه يا دكتور؟ ما أنا مش عايز الميموري في حاجة. يعني المرحلة دي أنا مش عايزها. لأن ده مش أدرس لميموري. يعني مش محتاج عايز أعرف إذا كان دايركت ولا الدايركت. أنا عارف مباشرة إن دي أصبحت في عملية الديكود. إن أصبحت دي 7+1 يعني في احتمال إن تكون ريجستر ريفرنس أو إنبوت أو ريفرنس فبتشيك الاي لقيتها ب 0 فعرفت ان هي ريجستر ريفرنس انا امر ما انا عرفته على طول بقى من الايه؟ من الاوبريشن مش محتاج ان انا اعمل اكسس على ميموري يبقى على شو على عشان كده بدات الاكسكيوشنز بتاعتي من التي كام؟ 3 من التي كام يا جماعه؟ 3 وصلت ولا عادي؟ وصلت؟ هنا بقى طب اف وابدا اعمل تاني ايه يا شباب؟ ريسيت طبعا الاكسكيوشن ياخد التايم اللي هو احنا عندنا من 2 نقطه 15 بس هو هنا هيبدا من كام الاكسكيوشن من 3 هنا اف اي بيساوي 1 معناها ان هي ايبل او ريفرنس يحصل اكسكيوشن على طول برضه من الايه يا جماعه المره دي؟ ايبل او ايه يا جماعه؟ ريفرنس انستراكشر اللي هو فين؟ اللي هو برضه من الاوبريشن بتاعه لا من المره الجايه نبدا نشوف الكلام ده بيتعمل دول ازاي. معايا؟ صح كده يا شباب؟ زي ما انت شايف بدانا نتكلم عن عمليه التايمنج. فهمنا يعني ايه كلمه انترنال اورجنايزيشن؟ معايا؟ يبقى انترنال اورجنايزيشن احنا كنا النهارده بنتكلم عن ديفينيشن. يعني ايه كلمه اورجنايزيشن؟ او الانترنال او الكمبيوتر اورجنايزيشن. يبقى هنا في عندنا اتكلمنا على الريجستر اتكلمنا على التايمنج اتكلمنا عن الانستراكشر ازاي بيتعامل معاه وبيتعامل معاه الامبريلا بتاعت كل الكلام ده مع بعض اسمها اورجنايزيشن اسمها ايه يا جماعه؟ اورجنايزيشن طيب كنت بس